هي سكيم بنمشي عليه مهم. بنقول ديفينيشن لاي مرض بنتكلم عليه، بنقول هو عباره عن كونكتيف تيشو ديس اوردر كاركترايزد باي ارتيكولار و اكسترا ارتيكولار مانيفستيشنز. ولو المرض ده ليه حاجه مميزه بتقول، يعني مثلا لما اقول لك حاله الروماتويد او الديفينيشن اوف الروماتويد، ده كونكتيف تيشو ديس اوردر characterized by articular and extra articular manifestation. لو حبيت اقول على كلمة articular اقول ايه؟ symmetrical erosive synoviitis. asymmetrical بيكون ناحيتين زي بعض، erosive بيدمر في الجوينتس، و synoviitis او arthritis the same. تاني كلمة الاتيولوجي. كل الامراض المناعية دي او كل الكونكتيف اوردر الاسباب بتاعتها ما بتخرجش من الاتي. ممكن يكون المرض autoimmune. ودليلي على كده ان المرض اوتو اميون يا ولاد، لما بتلاقي اوتو انتي بوديز في اجسام مضاده، لما تلاقي اجسام مضاده يبقى هذا المرض ايه؟ هو مرض مناعي. احتمال تاني يبقى هذا المرض جينيتك او هالا اسوسيشن. جينيتك في عامل وراثي يبقى ماشي في العيله. هالا اسوسيشن كلمه هالا يعني هيومن ليكوسيتك انتيجين، اللي هو باختصار شديد العامل الوراثي في الناس اللي مش قرايب. يعني لو انا وانت عندنا نفس الهلا احنا الاثنين يحصل نفس الامراض. ففور اكزامبل عليكم السلام، لقوا الناس اللي بيكون عندهم هلا دي ار 3 و4 بيحصل لهم روماتويد، فقالوا ان الروماتويد ده هلا اسوسيشن. الناس اللي عندهم هلا بي 27 بيحصل لهم انكلوزنج سبونديلايتس وهكذا. يبقى كلمه هلا الناس التي تشارك في نفس الهلا عليكم السلام يحصل لها نفس الامراض، يبقى ده ربما يكون العامل الثاني. نمرة ثلاثة، ممكن يكون environmental factor. مثلا يكون viral infection، occupation معينة، ممكن تكون هي السبب. يعني ممكن الانيشيتور بتاعنا يكون عبارة عن viral infection. يبقى أي مرض مناعي الاتيولوجي ما بيخرجش من ثلاث حاجات، ممكن يكون autoimmune، ممكن يكون genetic أو هلا association، ممكن يكون environmental. نمرة ثلاثة clinical picture. الكلينيكال بيكشر بتاعتنا بنقسمها اربع حاجات. واحد بتقول لي تايب اوف بيشنت. تايب اوف بيشنت تقول لي ده راجل ولا ست؟ السن بتاعه امتى؟ لو في وظيفه معينه. كلمه راجل ولا ست ريح نفسك بقى، كل الامراض بتاعتنا في الستات. كل المرض ده في الستات، او كل الشابتر ده او البرانش ده الامراض بتاعته بتكون كومن ان فيميل، الا حاجتين. الا الانكلوزنج سبونديولايتس والبولي ارترايتس نودوزا ار كومن ان ميل. طبعا هو الجوت مش تبعنا، الجوت ده ميتابوليك، لكن لو حطيته معاهم ماشي. لكن اللوبس ستات، روماتويد ستات وهكذا. تايب اوف بيشنت، الناس دول بيكون معاهم جنرال توكسيك مانيفستيشنز. فاهم؟ هو مش اسمه روماتويد ارثرايتس وانكيلوزنج سبونديولايتس او لوبس نفرايتس، طالما في ايتس يبقى انا معايا توكسيك مانيفستيشن. نمره ثلاثه معايا ارتيكولار مانيفستيشن. واي ارتيكولر اي جوينت عشان اوصفه لازم اوصفه بثلاث حاجات بحرف الدي. لازم اعمل ايه؟ لازم اقول ديستريبيوشن، واقول ديسكريبشن، ولازم اقول ديفورميتيز اذا حصل. ديستريبيوشن يعني تقول لي ده جاي مونو ارثرايتس ولا بولي ارثرايتس، تقول لي سيمتريكال ولا اسيمتريكال، تقول لي بيجي في السمول جوينتس ولا في البيج جوينتس، ولو ليه باترن معين. تقول لي مونو ارثرايتس، قلنا امبارح اكزامبل لمونو ارثرايتس، ها الاكيوت جاوتي ارثرايتس مش كده؟ طب الروماتويد مثلا يتميز ان هو بولي ارثرايتس، ماشي. سيمتريكال ولا اسيمتريكال، عايزك تريح نفسك من القصه دي. بص بص بص، كل الشابتر ده البولي ارثرايتس بتاعته اسيمتريكال الا الاثنين الكبار بيكونوا سيمتريكال. مين الاثنين الكبار؟ روماتويد واللوبس. روماتويد واللوبس بيكونوا سيمتريكال. اي مرض ثاني هنا هيكون اسيمتريكال، اي مرض اخر هيكون ايه؟ اسيمتريكال. ها؟ هو سيمتريكال يعني الجوين يجي هنا؟ يعني بيجي ناحيتين مع بعض في نفس الوقت، لازم الناحيتين مع بعض. ديسكريبشن اثناء الانفلاميشن اي جوينت ملتهب هيبقى ايه؟ هيبقى ريد وهوت وتندر وفي سويلنج وليميتيشن اوف موفمنت، اللي هي كلمه اسمها ساينس اوف انفلاميشن، ساينس اوف انفلاميشن. ديفورميتيز
الديفورميتيز بتحصل نتيجه ان المرض ده بيكون ايروزيف، يعني حاجه بتاكل في العظم بتدمر في العظم. لو في ديفورميتيز توصفها، يمكن اشهر مرض معاه ديفورميتي هو مين؟ هو مرض الروماتويد ارثرايتس. بعد كده حضرتك بتتكلم عن حاجه اسمها اكسترا ارتيكولر، والاكسترا ارتيكولر سبع حاجات بيأثر على سبعة سيستمز. لازم سي في اس، ريسبيراتوري، ابدومين بتشمل جي اي تي وليفر وسبلين وكيدني وسي ان اس، والعينين مهم قوي، والسكين مهم، والليمف نود والبلاط. هاي يبقى انا عندي سبع حاجات. كل الامراض دي بتاثر على الكارديو فاسكولار سيستم، تعمل بريكاردايتس، تعمل فالفولار ديزيز احيانا، تعمل فاسكيولايتس، وممكن تؤدي الى ترومبو امبوليزم، يعني كل شيء واقف. ريسبيراتوري بلورال ديزيزز، انترستيشال بالمونري فايبروزس، بالمونري هايبرتنشن. على مستوى الابدومين الجي اي تي اكتر حاجه الادويه، عشان الادويه اللي بياخدوها الكتير، الادويه الكتير دي ممكن تعمل نوزيا وفوميتنج، جي اي تي ديستربنس. الليفر والسبلين في انواع يحصل معاها هيباتوسبلينوميجالي. رينال افكشن از كومن، يعني عندنا لوبس نفرايتس ده عنوان لوحده. على مستوى السي ان اس او نيوروسايكاتريك ديبريشن ماشي، ماسل ديزيزز ماشي، بريفرال نيوروباثي، كاربال تانل. على مستوى العينين ممكن يحصل كيراتايتس، كونجنكتيفايتس، حاجه اسمها جوجران سندروم. جوجران سندروم يحصل ايه؟ دراينس في الاي والماوث، مش كده؟ على مستوى السكين يحصل ايه بقى؟ الوبيشيا، يحصل تلانجكتيزيا، يحصل هنقول بقى فوتو سنسيتيفيتي، مالر راش، ثم الليمف نود ممكن تكبر. من ضمن اسباب الجنراليز ليمفادينوباثي، من ضمن الديفرنشال دايجنوز اوف جنراليز ليمفادينوباثي، كان في عنوان اسمه ايه؟ اسمه ايمينولوجيكال، يا ممكن يكون السبب بتاعنا ايمينولوجيكال. يبقى دي بقى اي كلينيكال بيكشر لاي مرض. من احسن عندنا ثلاث اربع امراض هنضربهم بالمنظر ده، هنخلص والله في ثواني، يعني هيخلصوا بالشكل ده. يبقى انا عندي تايب اوف ذا بيشنت، راجل ولا ست، والسن. عندي جنرال توكسيك مانيفستيشنز دي ستامبل، لان في ايتس. الارتيكولر اي جوينت تقول لي الديستريبيوشن بتاعه، تقول لي الديسكريبشن، تقول لي الديفورميتيز بتاعته. ثم الاكسترا ارتيكولر لازم تعلق على سبع حاجات اللي هم اربعه سيستمز الكبار، كارديولوجي، تشيست، ابدومين، نيورولوجي، وتزود ثلاث حاجات العيون والسكين والليمف نود والبلاط. مفهومه؟ عايز اعمل له انفستيجيشنز. اي مرض من دول عشان اعمل له انفستيجيشنز بنعمل كالاتي. بنعمل طبعا بنعمل اكس راي على الجوينتس المصاب ده، لو في فايندنج نشوفها. نعمل اسبيريشن من هذا الجوينت. والاسبيريشن مهم، عارف ليه؟ عشان ممكن تجيب لي الاوتو انتي بودي. لما تلاقي اوتو انتي بودي يبقى اكيد المرض بتاعنا مرض مناعي، والمرض اهو اسمه اهو. يبقى ممكن تعمل جوينت اسبيريشن. هتعمل روتين بقى سي بي سي، تلاقي كل انواع الانيميا، الاس ار عاليه، السي رياكتيف بروتين عالي. وهنا في معلومه، السي رياكتيف بروتين عالي في كل الامراض الا اللوبس. مرض اللوبس الوحيد ومش معروف السبب، بيكون السيري اكتف بروتين بتاعه نورمال. ولو عريت مع حاله لوبس ده معناه ان في انفكشن. يبقى سي ار بي عالي مع اللوبس امتى؟ في حالات الانفكشن فقط، لو في انفكشن فقط. طبعا لازم تعمل ليفر فانكشن وكيدني فانكشن تيست، وتعمل تدور على او 2 انتي بوديز. ودول نوعين، في حاجات نوت سبيسيفيك بتعملها وخلاص، وفي حاجات سبيسيفيك على حسب المرض اللي معاك. النوت سبيسيفيك فيه ثلاثة مشهورين جدا جدا جدا. عندي أنا روماتويد فاكتور ولوبس اريز روماتوز السيلز، والثلاثة نزلوا أسئلة ام سي كيو. أنتي نيوكلير أنتي بودي موجود مع مين؟ موجود مع اللوبس، موجود مع الروماتويد، موجود مع كل أمراض المناعة. بس موجود مع السيستميك لوبس قد إيه؟ من 95 ل 100%. جات لك ام سي كيو هتختار 95%. الانا موجود بنسبه قد ايه؟ 95% مع حالات السيستميك لوبس دي ام سي كيو. روماتويد فاكتور موجود من 70 ل 80%، في كومار كاتب 70%. فلو جات لك الام سي كيو روماتويد فاكتور موجود في قد ايه؟ بنسبه قد ايه؟ 70%. الكتب اللي احنا كاتبه 80 تمشي، بس هو 70% الكلام الاصح. موجود في 20% من حالات الروماتويد. لوبس اريثروماتوز السيل يعني ايه؟
فامراض المناعه سواء كان روماتويد او سيستميك لوبس بيتكون اميون كومبلكس. في الفاجوسيتك سيلز النيوتروفيل بتروح تاكلها، لما تروح تاكلها وانا اصورها في البريفرال بلاد فيل يبقى اسمها اللوبس اريثروماتوز سيلز. يبقى مين هي اللوبس اريثروماتوز سيلز؟ هي الوايت بلاد سيل اللي كانت مين؟ اللي واكله الاميون كومبلكس، ودي موجوده 80% اللوبس و20% في حالات الروماتويد. حاجات بقى سبيسيفيك، يعني كل مرض بقول لك نقول لك الحاجه دي سبيسيفيك ليه. يعني مثلا الروماتويد في حاجه اسمها انتي سي سي بي، السيستميك لوبس في حاجتين، حاجه اسمها انتي سميث وحاجه اسمها انتي دبل ستراند دي ان اي، في حاجه اسمها انتي رو وانتي لا مع حالات الجوجرا. كل مرض تاخده بعد كده يبقى ليه سبيسيفيك انتي بودي. ماشي، في مجموعه امراض كده لوحدها بيبقى اسمها سيرو نيجاتيف. سيرو نيجاتيف يعني هما كان عندهم ارثرايتس، عملوا لهم الروماتويد فاكتور كان نيجاتيف، فقالوا عليهم سيرو نيجاتيف ارثرايتس. هنتكلم عليهم في عنوان لوحدهم، بس الشاهد دول مش هيكون معاهم انتي بودي. ما هو اصلا لو كان معاهم انتي بودي ما كناش قلنا عليهم الكلمه بتاعت ايه؟ بتاعت سيرو نيجاتيف. طبعا الديفرنشال دايجنوز بتاع الامراض دي كلها البولي ارثرايتس والمونو ارثرايتس على حسب، ثم بعد كده العلاج. العلاج بتاعنا ما بيخرجش من الاخر. في جنرال تريتمنت اللي هو بتريح العيان والكلام ده. لازم تدي طبعا ادويه دراجز. والدراجز دي النون استرويدال انتي انفلاماتوري والكورتيزول والاميونو سبريسيف دراجز، وطبعا في سيرجيكال انترفيرنس لو احتاجناها احيانا. طبعا الموديفيكيشن في العلاج على حسب المرض اللي انت بتتكلم عنه. خلاص ده سكيم بقى. بصوا بقى، بصوا روماتويد ارثرايتس كحاله كلينيكال مهمه، كسؤال نظري كل كلمه فيه مهمه. عايزك تمشي على السكيم اصلا انا بحط السكيم ده انا بتكلم عن روماتويد اصلا. يلا، يعني ايه كلمه روماتويد ارثرايتس ديفينيشن؟ كونكتد تيشو ديسوردر كاركترايزد باي ارتيكولار واكس ارتيكولار. الارتيكولار بتاعه بيكون سيمتريكال ايروزيف بولي ارثرايتس. سيمتريكال، سيمتريكال الناحيتين زي بعض، ايروزيف بيدمر في الجوينتس وبيكون بولي ارثرايتس. الايتيولوجي بتاعه اوتو اميون. ايه دليلك؟ في حاجه اسمها روماتويد فاكتور. مرض ايه؟ اوتو اميون. طيب هل في جينيتك فاكتور؟ جينيتك، في جينيتك فاكتور. ايه جينيتك فاكتور بقى؟ ان هو في هالا اسوسيشن، هتحفظهم هالا دي ار 3 و 4. هالا دي ار 4 مهمه، ام سي كيو. هالا دي ار 4 مهمه عشان حالات الروماتويد. انفايرومنتال فاكتور مي بي ريسيدد باي فايرال انفكشن. شوف اللي انا هقوله ده وقول لي استفدت ايه. بص يا دكتور، حد واحده ست سنها من 30 ل 40 سنه، سنها من 30 ل 40 سنه، سسبتبل ان يحصل لها روماتويد. سسبتبل يعني ايه؟ يعني ربنا مقدر ان شاء الله يحصل لها روماتويد. تقول لي ازاي يعني؟ ان هي مثلا تكون هلا اسوسيشن، عندها فاميلي هيستوري، واخد بالك؟ يعني هي واحده ست هيحصل لها ايه؟ روماتويد. طب عشان يحصل بيحصل ايه بقى؟ اول حاجه يحصل لها، هيحصل لها فايرال انفكشن. كويس؟ يحصل فايرال انفكشن عادي جدا، ما ياما ناس كتيره قوي 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 حصل لها فايرال انفكشن. ركز في الحته دي عشان نطلع منها بكذا نتيجه. حصل لها فايرال انفكشن. لما حصل لها فايرال انفكشن دخل الفيروس ده عمل ستيميليشن للتي ليمفوسايتس. ما اي فيروس بيشغل مين؟ التي ليمفوسايتس. راحت التي ليمفوسايتس دي عملت ريليز لحاجه اسمها سايتوكاينز، اللي هم الهرمونز اوف اميون سيستم، اللي هم مين بقى؟ انترلوكين 1 وانترلوكين 6 وتيومر نكروزنج افكت. كويس؟ مفهومه؟ راح ايه؟ راحت هذه السيتوكاينز رايحه للبي سيلز، قالت لها طلع لنا انتي بودي. بس مع كل الاسف والالم طلعت انتي بوديز ديسفيجرد، مشوهه. لما تطلع انتي بوديز مشوهه، ها الجسم يعاملها كانها جسم غريب يكونها انتي بودي، ولا انتوا فاهمين اي حاجه في اي حاجه، ولا في حد دلوقتي سسبتبل ان يحصل له روماتويد. يعني واحده ست وعندها جينيتك فاكتور او هلا او حاجه، حصل لها فايرال انفكشن عادي، طلع تي ليمفوسايتس، اوكي، طلعت سايتوكاينز على راسنا من فوق. السايتوكاينز راحت استيميليت البي سيلز، البي ليمفوسايتس اللي هي اساسا بتطلع مين؟ بتطلع ايمينوجلوبلين انتي بوديز. بس عشان البنت دي او الست دي سسبتبل، طلع الانتي بودي المره دي ديسفيجرد، يعني مشوه. طب لما يطلع مشوه الجسم يعامله كانه جسم ايه؟ غريب. طب لما يكون هو جسم غريب،
لما يكون هو جسم غريب يبدا يتكون قدامه ايه؟ ايمونوجلوبلين. فيروح الايمونوجلوبلين ده يمسك في الجسم الغريب ده اللي هو الديسفيجر ها دوت على بعضه كده اسمه روماتويد فاكتور. ما هو الروماتويد فاكتور؟ الايمونوجلوبلين اجينست الديسفيجرد ايمونوجلوبلين. لغايه دلوقتي تمام؟ يبقى كده اتكون ايه؟ انتي بودي راح مسك في الانتيجين. جه الكومبلمنت ثلاثه عشان يسخنهم على بعض، اصبحوا على بعض اسمهم ايه؟ اميون كومبلكس. هذا الاميون كومبلكس هيروح يتلقح في اي مكان. يعني ايه يتلقح؟ يقعد في اي مكان؟ يقعد في الجوينتس، يقعد في الساينوفيوم. لما يقعد في الساينوفيوم يعمل ايه بقى؟ اول ما يقعد في الساينوفيوم تيجي حواليه انفلاماتوري سيستم من كل مكان. يقول لك ده في حاجه غريبه هنا. الانفلاماتوري سيستم تبدا تاكله وبتاكل في الساينوفيوم. ها بس في عماله تيجي بكثره قوي. فيبدا الساينوفيوم عايز غذاء، فيبدا يعمل حاجه اسمها انجيوجينيسيس، يعني يبدا يكون ايه؟ نيو بلاد فيزلز فورميشن، فتغذي المكان ده، اصبح فيه انفلاماتوري سيلز عماله تتغذى، في ساينوفيوم عمال يكبر، وده بيفسر حاجه. الناس اللي عندهم روماتويد بيكون عندهم ثيك ساينوفيوم. ثيك ساينوفيوم بقى مرض ايه؟ انك لما تيجي تعمل كده تلاقي هنا في زي جريتي سنسيشن، احساس رملي. ساينوفيوم تخين. لما اصلا بيحصل لهم حاجه اسمها كاربال تانل، كلنا شفناها في الكلينيكال. كاربال تانل سندروم، ايه الفكره؟ ان الميديان نيرف معدي بس ايه؟ الساينوفيوم ثيك. وريتكم مره حاجه لو حد منكم فاكر حاجه اسمها بيكر سيست. تيجي كده في المبليتيا الفصة تلاقي في قلقيعه كده كبيره دي اسمها ثيكنج اوف ساينوفيوم. يعني اذا ثيكنج اوف ساينوفيوم يبقى ليه ادله كثيره. طيب لغايه دلوقتي يا دكتور جت الانفلاماتوري سيلز وقعدت في هذا المكان، اصبح في كرونيك انفلاميشن، عشان كده المرض بتاعنا مرض مزمن مش هيخف يعني. فهمتوني ولا لا؟ لما يبدا يدمر بقى في العظمه، يبدا يدمر في العظمه وياكل فيها، يبدا المريض يحصل له تشوهات. في نفس الوقت الاميون كومبلكس ده بيجي يقعد جوه بلاد فيزل، جوه كابيلاري صغيره او ارتري صغيره، يقفله يعمل هنا فاسكيولايتس، فيحصل سنترال اريا اوف نيكروزس سراوندد باي ان انفلاماتوري سيلز وفايبروبلاست. دي اسمها سبكيوتينس نوديول. ايه السبكيوتينس نوديول؟ فاسكيولايتس سنترال نيكروتيك ديجنريشن سراوندد باي ان انفلاماتوري سيلز. انا بقالي خمس دقايق بتكلم كلام ملوش حتى لازمه. ها كل اللي انا قلته باثوجينيسيس محدش هيسالك فيه، بس انا عايز اطلع بنتيجتين. ممكن اطلع بنتيجتين اقول اللي انا عايزه من الاخر. يعني لو سئلت في الاورال يعني ايه روماتويد فاكتور؟ ايمونوجلوبلين اجينست ديسفيجرد ايمونوجلوبلين. دي فيها مشكله. المعلومه الثانيه لما اجي في العلاج كمان شويه هقول لك نيو لاين او نيو ايرا اوف تريتمنت اوف روماتويد، واحدث حاجه واغلى حاجه واجمل حاجه هدي حاجه اسمها انتي تيومر نيكروزنج فاكتور. قول لي ها يا ابني هو اصلا مين اللي بدا الموضوع من الاول؟ مش هو ولا ايه؟ بقول لك ادي دواء اسمه انتي انترلوكين 1. يبقى الادويه الحديثه بتشتغل على مين؟ على هذه السيتوكاينز. خلاص ده اللي انا عايزه. غير كده ها الباثوجينيسيس ده كله حته قلبها، ها قراءه بس للفهم وخلاص. كلينيكال بيكشر ممكن تردوا عليا، ما تبصش في الكتاب، رد عليا. تايب اوف ذا بيشنت فيميل، راجل ولا ست؟ فيميل. فيميل. السن 30 ل 40 سنه ومن 20 ل 40 سنه. ها طيب لما نيجي نقول الستات للرجاله بنسبه قد ايه؟ ها 3 ل 1، ها 3 ل 1 في ميل تو ميل، ها بتكون 3 ل 1. عندهم فاهم؟ في ارتيكولار مانيفستيشن؟ ايوه. الارتيكولار ديستريبيوشن ترد عليا هيبقى مونو ولا اوليجو ولا بولي؟ بولي. سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ ايروزف ولا نون ايروزف؟ ها ايروزف. فيتميز ان معاهم دايما الصبح مورنينج ستيفنس. ليه بقى؟ عشان دوت مرض انفلاماتوري. اثناء الليل الانفلاماتوري سيلز بتتجمع، يصحى الصبح مش عارف يفتح ايديه او مش عارف تفتح ايديها، تفضل مخشبه لمده قد ايه؟ ساعه فما فوق. تقعد ساعه فما فوق مخشبه، بعد كده مع الوقت تبدا تنفخ، تحاول تزق، تحاول تفتح، تحاول تزق، تحاول تفتح، لغايه لما تيجي اخر النهار تبقى ايديها كويسه، تنام، يحصل نفس اللي حصل تاني. هيبقى دوت وصف كلمه اسمها بولي ارثرايتس. يحب يجي فين يا ولاد؟ يا ابني من الكلينيكال بيحب يجي فين؟ في البريفرال. يعني يجي في الديستال؟ لا يجي في البروكس. ميتا كارب الريست. طب لما يمشي كده فاسموسنتري بيتال جاي من بره لجوه، وممكن يافكت البيج جوينتس، وممكن يجي في التمبرو مانديبولار او الاسترنو كلافيكولار. هيجي في الحاجات النوادر دي احيانا، مش كده ولا لا؟ طيب ديسكريبشن اثناء الانفلاميشن خمس حاجات: ريدنس، هوتنس، ويلنج، تندرنس، ليميتيشن اوف موفمنت. هل يحصل معاه ديفورميتي؟ اسمع شويه. انر ديفيشن، سوانيك، زيد شيب ثام، بوتونير، تريجرنج. قول اي حاجه. ها الكلام ده في الكلينيكال اتعمل كتير، نخلص منه ولا ايه؟ اللي ما خدوش في الكلينيكال ياخد الكلام ده في الكلينيكال، هيبقى سهل يعني، هيبقى سهل. ماشي؟ ها يبقى دي حاجات مهمه جدا لازم حضرتك تعلق عليها. طب يلا على مستوى السي في اس، بيريكارديتس،
مايوكاردايتس، ها ممكن يحصل لهم اندوكاردايتس، يحصل لهم اورتيك ريجرش، يحصل لهم فاسكيولايتس، ممكن يحصل ثرومبوزس. ريسبيراتوري بلوريسي، بلورال افيوجن، ممكن يحصل انترستيشيال بالمونري فايبروزس. في كلمه هنا اسمها كابلن سندروم. ايه كابلن سندروم؟ حد عنده ثلاث حاجات، روماتويد مع لانج نوديولز مع نيوموكونيوزس. روماتويد واضح، لانج نوديولز فاكر السبكتينس ديوزي، ها هي زيها بس موجوده في اللانج، فايبرونال ديجنريشن وحواليها انفلاماتوري سيلز، يبقى اسمها ايه؟ لانج نوديولز، روماتويد نوديولز. وفي نفس الوقت عندنا نيوموكونيوزس. يعني ايه نيوموكونيوزس؟ يعني abnormal response of the lung to dust. abnormal response of the lung to dust يبقى اسمها ايه؟ نيوموكونيوزس. نيوموكونيوزس لما يحصل نيوموكونيوزس مع lung nodules مع روماتويد arthritis يبقى اسمها كابلن سندروم. جي اي تي انوريكسيا ونوزيا وفوميتنج. الليفر والسبلين ممكن يحصل هيباتوسبينوميجالي. الكيدني ماي بي افكتد نفريتك او نفروتك. سي ان اس كل شيء وارد. ها يحصل كاربال تانل سندروم، دي مهمه قوي لسه قايلين. ها يحصل كاربال تانل، يحصل بريفرال نيوروبي، يحصل مايوباسي حتى من الادويه. يحصل يا اولاد لو الروماتويد، بص في روماتويد رخم قوي 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 قوي، يجي في الاكزيال، ولو جه في الاكزيال جوينتس ايه رايك لو في سيرفايكال روماتويد؟ يضغط على مين؟ هيحصل ديسلوكيشن، يضغط على السباينال كورد، يعمل لك كوادربليجيا او بارابليجيا على حسب الليفل بتاعنا فين، يعني مهم جدا، يعني ممكن يؤدي الى نيورولوجيكال ديزيز. على مستوى العينين كيراتايتس، كيراتو كونجكتيفايتس، دراينس، ايريتس از رير. على مستوى السكين سبكيتينس نيديول نمبر 1، ووجود السبكيتينس نيديول موجوده في 20%، وبيكون روماتويد فاكتور بوزيتيف، وبيكون المرض ايروزيف واكتيف. ممكن يحصل بالمر اريثيما مع حالات الروماتويد، يحصل تلانجكتيزيا، اي حاجه تحصل. ليمف نود انلارجمنت ممكن تحصل، انيميا تحصل بالثلاثه. يحصل هايبوكروميك مايكروسيتيك ليه؟ مش انا بعالجهم بنون استرويدال، تعمل جاستريك ايروجن، كرونيك بلاد لوس، هايبوكروميك مايكروسيتيك. نورموكروميك نورموسيتيك انيميا اوف كرونيك ديزيز. ماكروسيتيك في دواء مشهور جدا هقوله دلوقتي، دواء اسمه ايزوتريكسيت. الميزوتريكسيت اصلا ده بيكون انتي فوليك اسيد، عشان كده فرصه ان يحصل لهم فوليك اسيد ديفيشنسي ميجالوبلاستيك انيميا بتكون نسبه عاليه. هيبقى دي كده كلينيكال بيكتشر. قولوا لي كومبليكيشنز من اللي انت قلته، الف لي شويه كومبليكيشنز. بصوا الكاربال تانل سندروم دي كومبليكيشن، البيكر سيست اللي قلت لك ثيكننج اوف سينوفيوم دي كومبليكيشن، الكومبريشن على سباينال كورد ده كومبليكيشن، الماسل ديزيز والديفورميتي تعتبر كلها كومبليكيشنز، يبقى دي كومبليكيشنز اوف روماتويد. يعني بص يا دكتور لو جالك سؤال، خليك معايا بس، لو جالك سؤال كلينيكال بيكشر اوف روماتويد ارثرايتس في مشكله، وضح الاربع عناوين والغي بقى يا دكتور، ووضح العناوين الكبيره، وضح العناوين الكبيره. ممكن يجي لك سؤال ب 10 درجات give an account on an extra articular manifestation of rheumatoid. ابدا من اول هنا، اكسترا ارتيكول رص وخلاص، طبعا تقول الديفينيشن والتايب اوف بيشنت رص دول، فاهمني ولا لا؟ مفيش مشكله يعني، مش قضيه سهله. طيب انفستيجيشنز، نعمل اكس راي، فيها ايه الاكس راي؟ شوف يا دكتور لو ده جوينت اهو وحصل روماتويد، لازم يكون اولا يحصل ناروينج في الجوينت سبيس، في انفلاميشن بدا يتاكل. بص اهم كلمه، العظمه يبقى لونها ايه يا ولاد؟ ابيض، لان فيها كالسيوم. اللي عنده روماتويد حوالين الجوينت كده ده العظمه سوداء. بيري ارتيكولار اوستيوبينيا اوستيوبروزس. ليه؟ لان المرض ايروزف، لا العظمه كلها بيضاء، حوالين الجوينت تلاقي لونها اسود. ليه لونها اسود حوالين الجوينت؟ بيري حوالين، ارتيكولار جوينت اوستيوبينيا يعني كثافه العظم تبقى قليله. بيري ارتيكولار اوستيوبينيا، بيري ارتيكولار اوستيوبينيا، هذه كلمه مهمه تقولها مع مين؟ هتقولها مع الروماتويد، واضحه ولا لا؟ طيب نعمل له نقي الجوينت المصاب او الملتهب او ناخد منه عينه، ناخد منه اسبيريشن، هنلاقي فيها انتي بودي، روماتويد فاكتور، اميون كومبلكس عادي. طيب تحب تعمل له سي بي سي، كل انواع الانيميا، اي اس ار عالي، سي رياكتيف بروتين عادي، ماشي. نعمل له ليفر فانكشن وكيدني فانكشن عشان الادويه حتى اللي هياخدها، عشان ممكن يحصل اصلا افكشن للليفر وافكشن للكيدني. اوتو انتي بوديز نوت سبيسيفيك، انا في 20%، روماتويد فاكتور 70%، قلنا ام سي كيو. لوبس اريثروماتوز السيلس قلنا كام؟ 20%. طب عايزين حاجه سبيسيفيك، ذا موست سبيسيفيك انتي سي سي بي. ركز معايا، ركز معايا في الحته دي بقى. اي حد يا جماعه بيحصل له انفلاميشن بيتحول عنده امينو اسيد اسمه ارجينين الى سترولين بعمليه اسمها
سيترولينيزيشن. يعني ايه سيترولينيزيشن؟ عمليه تحويل الامينو اسيد ارجين الى سيترولين. هذا الارجين حاجه طبيعيه جدا موجوده عندنا، هذا السيترولين حاجه مش طبيعيه، حاجه ابنورمال، حاجه غريبه. يعني لما تكون حاجه غريبه الجسم يبدا يكون لها ايه؟ انتي بودي. اسمه ايه بقى؟ انتي سايكليك سيترولينيتد بيبتايد او انتي سيترولينيتد بيبتايد انتي بودي. كده او كده ماشي. انتي سي سي بي او هو انتي سي بي اي. لقوا اعلى نسبه بتكون موجوده مع الناس اللي بيكون عندهم روماتويد، اعلى نسبه تحصل مع الناس اللي عندهم ايه؟ اللي عندهم روماتويد. فخدوك حاجه سبيسيفيك للروماتويد ارثرايتس حديثا جدا، طلعوا منه بريباريشن يعني حاجه ضمن مركب السيترولين، طلعوا انتي بودي ثاني اسمه ايه بقى؟ انتي ام سي في. مش مهم الاختصار، هو ميوتن سيترولينيتد دلتا، مش مهم الاختصار، بس هو انتي ام سي في، ده جزء من السي سي في. اذا كان واحد عنده انتي ام سي في بلس روماتويد فاكتور بوزيتيف، يعني الاثنين دول بوزيتيف، دوت معناه انه عنده روماتويد بنسبه 99.7% كسبيسيفيستي، يعني سبيسيفيك تيست. ها لو حد عنده انتي ام سي في وروماتويد فاكتور الاثنين مع بعض يبقى بنسبه 99.7% يبقوا الناس دول عندهم ايه؟ ها عندهم روماتويد، ده ذا موست ريسنت انتي ام سي في بوزيتيف، ها وروماتويد فاكتور بوزيتيف. على فكره ده ذا موست ريسنت، مش انتي سي سي في خلاص. ما هو الام سي في ده جزء من السي سي في. يعني انا اقول ده ولا ده؟ هتقول ده الموست ريسنت. كان هما الاثنين ما بيقتنعوش بموضوع الموست ريسنت. اه والله في دكتور في الشعب قال لي كده. هو انت جبت له ريسنت يعني؟ لا ما قلتلوش. طب رهيب، ما انت اكيد خلقت ما استحملكش. لا والله ابدا. بص انا كل واحد بيفتحله دكتور شبهه فانا مطمن عليه. لا انا بقول له بس خلاص ربنا يكرمك. كنت بقول له انتي انتي نيوكليار دي ايه؟ انتي مين انتي دي طنط اسمه انتي ايه؟ انتي انتي نيوكليار دي ان ايه؟ مش طنط. بص يا دكتور، ال في دايجنوستيك كرايتيريا فور روماتويد الامريكان اسوشيشن اوف هيماتولوجي حطيتها، حطت سبع حاجات لازم تقولهم مع الكلينيكال بيشر. لو قال لك دايجنوستس اوف روماتويد ارثرايتس ده ارخم سؤال. بص دايجنوستس اوف روماتويد ارثرايتس يعني كل الكلينيكال بيشر وكل الانفستيجيشن تحط الدايجنوستيك كرايتيريا كمان. اه تخيل بقى. عشان كده هو الطريقه الحلوه دلوقتي ايه؟ بيقول لك ايه؟ ها انيميوريت 5 اكسترا ارتيكولار مانيفستيشنز. هيقول لك انيميوريت 7 كرايتيريا فور ذا، ينقي لك ايه عايز بالمل يعني. طيب السبع كرايتيريا بقى خليك معايا. السبع كرايتيريا فور ذا دايجنوستس. واحد لا عندهم مورنينج ستيفنس ساعه فما فوق، سهل. كون المرض بايلاترال وسيمتريكال دي تاخد سكور يبقى كده 2. كون في سويلنج في السمول جوينتس يبقى كده ياخد 3. كون بولي كده ياخد 4. ها يبقى مورنينج ستيفنس 1، سيمتريكال 2، سويلنج في السمول جوينتس 3. ها كونه اصلا كونه ها واخد الباترن ده، ها اول واحده قلنا سيمتريكال، ثاني واحده بولي سيمتريك، سوري اول واحده مورنينج ستيفنس، ثاني واحده سيمتريكال، ثالث واحده سويلنج، رابع واحده بولي يعني واخد اكتر من 3 جوينتس، خامس واحده سب كيوتينس نديول، سادس واحده روماتويد فاكتور، سابع واحده اكس راي فايندنج. حد فاهم حاجه؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك اربعه تبع الجوينتس مع السب كيوتينس نديول مع الروماتويد فاكتور مع الاكس راي فايندنج، دول سبع حاجات. لو جمعت اربعه منهم في اي حد اهلا وسهلا ده عنده ايه؟ ده عنده روماتويد ارثرايتس. لما تجمع اربعه من السبعه يبقى الحاله فيها ايه؟ الحاله لما تجمع اربعه من السبعه يبقى الحاله فيها روماتويد ارثرايتس، مش عايزه كلام. ها دي اللي هي الامريكان اسوسيشن. طبعا الامريكان اسوسيشن عملوها قبل ما يطلعوا الانتي ام سي في مع الروماتويد فاكتور مع بعض. حديثا لو جمعت الاثنين دول مع بعض ده يشخص. واصلا مش هيجي واحد عنده انتي ام سي في وروماتويد فاكتور بوزيتيف الا لما يكون مجمع كل الكرايتيريا، مش اربعه بس، هيكون مجمع كل الكرايتيريا. اهم سؤال في روماتويد كله هو التريتمنت. تريتمنت اوف روماتويد ارثرايتس من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. التريتمنت مهم. دكتور ايه بقى هنتكلم ازاي على التريتمنت؟ واحد هتكلم جنرال. اثنين في ادوية. ثلاثة في حاجة اسمها انترا ارتيكولر انجكشن، واربعة في طبعا سيرجيكال انترفيرنس. واحد جنرال اللي عنده روماتويد ارترايتس وجالك في اكتيفيتي دلوقتي لازم تريحه، لازم يستريح. ليه؟ لان الجوينتس بتاعته يعني ممكن اي هزه اي حاجه هي فرايبل، لان فيها انفلاميشن رهيب جدا، ممكن يحصل ديسلوكيشن او سبلكسيشن في اي لحظه، عشان كده لازم يستريح. دي مش عايزه كلام، راحه.
العيان ده اثناء طبعا الاكتيفيتي غير ان هو ريست، عارف لو هو ايه الجوينت بتاعه بيتلكك عشان يحصل له ديسلوكيشن تعمله سبلنت، سبلنت يعني تجبسه تثبته في هذا الوضع عشان ما يعملكش مشاكل بعد كده. ميديكال الادويه اللي هنستخدمها ممكن نستخدم ايه؟ واحد هندي النون سترويدال انتي انفلاماتوري، هندي كورتيزول، ثلاثه دي اهم واحده بتيجي سؤال لوحدها، ديمارد ادي مارد. ها بعد كده عندنا حاجه اسمها اميونو سبريسيف، واخيرا ها نيو دراجز اللي هي البيولوجيكال ايجنتس. خمس عناوين. نون استرويدال انتي انفلاماتوري او باراسيتامول دي بستخدمها سواء كان ديكليفونات او بروبن او اسبرين او باراسيتامول اي حاجه من دول. هل يا دكتور النون استرويدال دي هتخفف الروماتويد؟ لا، انا بستخدمها كانتي انفلاماتوري ومسكن لدلوقتي لدلوقتي، لكنها مش هتغير البيهيفير بتاعه المرض، لكن لابد ان انا استخدمها. ليه؟ لان عشان الادويه الديمارد اللي هي بتصلح المرض على ما تشتغل بتاخد وقت كتير جدا. استخدم كورتيزول ولا لا؟ لا لا لا، نفضل الكورتيزول، لان اساسا 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 ها الكورتيزول يا اولاد بيعمل ايه؟ ها ها الكورتيزول بيعمل ايه؟ ها بيعمل اصلا اوستيوبروزس، هما بيكون الجوينتس بتاعتهم كلها ايه؟ ها فيها اوريدي فيري ارتيكولار اوستيوبروزس، ها علشان كده لازم حضرتك توقف ما تستخدمش الكورتيزول. الا استخدم الكورتيزول امتى؟ اذا كان في حاجه اكسترا ارتيكولار واستخدم كورتيزول بجرعه صغيره. هستخدم كورتيزول بجرعه صغيره. ركزوا في المعلومه اللي عايز اقولها دي. احنا ان شاء الله بكره هناخد الكورتيزول، واقول لك الاكشن بتاعه ده انتي فيتامين دي، يعمل اوستيوماليشيا وكمان بيكسر في العظم يعمل اوستيوبروزس. حلو كده؟ لما يجي لي واحد عنده مشكله في العظم هل استخدم معاه كورتيزول؟ لا، كونترا انديكيت ما ينفعش اصلا. لكن استخدمه امتى؟ مش المرض معاه حاجات اكسترا ارتيكولار انا بستخدمه كانتي انفلاماتوري يمنع الفايبروز في هذا المكان. فكره وضحت ولا لا؟ يبقى انا بستخدمه كانتي انفلاماتوري، هستخدم جرعه صغيره ممكن من 5 ل 10 او 7.5 مللي جرام يوميا فتره صغيره واوقفه ولا نعول عليه كثيرا. اهم ادويه اسمها ديمارد. ديمارد اختصار لايه؟ ديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراجز. وده بيجي سؤال لوحده، مين ادويه الديمارد دول؟ الديمارد هم اربع ادويه، اربع حاجات. ها اللي هم مين بقى؟ ها السلفاسالازين اصبح لا يستخدم، ها الجولد ثيرابي، ها البنسلامين، والكلوروكين. ماشي. الميثوتريكسات بتحط مع الامينو سبريسيف، لكن لو حطيته مش مشكله يعني. بص يا اولاد، السلفا لا يستخدم اصلا، ليه سايد افكت بالهبل. الجولد ثيرابي حلو، الجولد ثيرابي نديله 1000 مايكرو جرام، بندي 50 مايكرو جرام اسبوعيا لمدة 20 اسبوع. ها السايد افكت بتاعته هو جولد ذهب دي اتش بي دي، بيعمل بون مارو، ها ديبريشن البون مارو، اتش هايبر سنسيتيفيتي وهيباتو توكسيك، بي بيعمل بروتينوريا. ها يبقى سايد افكت اوف جولد ايه؟ ذهب. ها ديبريشن البون مارو، ها هيباتو توكسيك وهايبر سنسيتيفيتي، وبيعمل بروتينوريا. الجرعه بتاعته 50 مايكرو جرام بتتاخد اسبوعيا لمده ايه؟ لمده 20 اسبوع، يعني ال 50 في 20 هيبقى 1000. مفهومه؟ الدواء الثاني اللي هو البنسلامين والكلوروكين، الاثنين 250 مللي جرام يوميا، 250 مللي جرام يوميا. الدي بنسلامين يعمل لوبس، من الادويه اللي بتعمل اندكشن لللوبس، لوبس لايت. يعمل ممكن بروتينوريا احيانا. ممكن. الكلوروكين يعمل مايوباثي. يعمل كورنيال اوباستي، عشان كده دايما اللي بياخد كلوروكين لازم كل شويه اعمل له ايه؟ ها اتابع له، اعمل له سليت لامب اكزامينيشن. دكاتره خدنا الكلوروكين ده مرتين قبل كده. هو اصلا انتي ملاريا صح؟ خدناه في ايه تاني؟ خدناه في الادويه اللي بتعمل مايوباثي، هو من ضمن الادويه اللي بتعمل مايوباثي. هو كان هذا اسمه ساكند مايوباثي او اكوايرد مايوباثي. كلام واضح ولا ايه؟ طيب ممكن استخدم اميونو سبريسيف في اثنين هتحفظه. ميزوتريكسيت 7.5 مللي جرام اسبوعيا، هيباتو توكسيك ونيفرو توكسيك، ويعمل ميجالو بلاستيك انيميا. والقلم بيكتب لوحده ايه؟ فوليك اسيد. لما اكتب ميزوتريكسيت لازم اكتب معاه ايه؟ مش عايز كلام. تمام. الفلوناميد قالوا اسمه افارا، الفلوناميد انتي بايريميدين، ده برضه من الادويه الحلوه. ها بتدي الاول لودنج دوز 100 مللي جرام، بعد كده من 10 ل 20 مللي جرام يوميا الفلوناميد. نيو دراجز حد يشرحها لي بقى. انفليكسيماب، بلاش انفليكس، مش مهم الاسم ده. انتي تيومر نيكروزنج افكت،
تكوين الابنورمال انتي انترلوكين 1 الادويه اللي بتوقف السيتوكاينز مش احنا قلنا دخل فيروس بدا يعمل ايه الفيروس يطلع تي لينفوسايتس والتي لينفوسايتس بدات تستدعي حاجات تانية كتير لما وقف انا الدنيا دي كلها انتي تيو امليوم ولا مش مكتوبين لازم تكون لازم تقولهم اصلا انتي تي ان اف وانتي انترلوكين 1 دول اسمهم بيولوجيكال ايجنتس واسمهم نيو دراجز ودول الاغلب مشكلتهم بقى في حاجه مشكلتهم في حاجه ان هم مش ولاج بيعملوا صب بيهدوا جهاز المناعه بيهد جهاز المناعه عشان كده الناس اللي تاخد الادويه دي ممكن يحصل لهم فليرنج قبل التي بي واحد حصل له تي بي وهو صغير والمناعه اتغلبت عليه وعملت حاجه اسمها دورمنت فوكس جونز فوكس تفضل موجوده لغايه لما يموت لو خد انفليكسيمال في اي لحظه مناعته تقل جدا فيحصل فليرنج قبل مين للتي بي مفهوم ولا لا طيب في كلام اوانطر الحاجه بقى لها انترا ارتيكولار انجكشن تحقن كورتيزول في المفاصل يعني فكره كانتي انفلاماتوري سيرجيكال الساينوفيوم كبير شويه نعمل ساينوفيكتومي تشيل منه حته العين المفصل بتاعه مش نافع ولا حاجه نعمل ارثروديزس يعني دي كده بروسيدور بتتعمل كسر او حتى تعمل ريبليسمنت للمفصل كله كسيرجيكال انترفيرنس درس الروماتويد تريتمنت اهم حاجه لكن الدرس كله مهم اوكي اصلا الروماتولوجي كله في 3 4 دروس مهمه بصوا لازم روماتويد لازم سيستميك لوبس لازم انكلوزنج لازم جاوت خلصنا من الجاوت اصلا تبع الميتابوليك فانت عندك 3 حاجات النهارده حاجات قاتله وبعدين اقعد اقول لك بقى حتى يعني بص في سؤال اسمه ايه differential diagnosis of polyarthritis واخد بالك هيقول لك enumerate 5 causes for polyarthritis and discuss one of them انا بقولها لك من دلوقتي discuss one of them انا هتكلم عن الروماتويد عشان تبقى عارف يعني فهمني ولا لا هي كده فدي مهمه فهو سؤال كده في سؤال تاني differential diagnosis of low back pain هقعد اقول لك ايه 20 حاجه بس اقول لك اتكلم عن ankylosing spondylitis يعني انا عندي 4 كبار لازم اكون عارفهم في ها هتتكلم على الكيميكال بيشر انفيستيجيشن بتاعك لازم تقول ايه تريتمنت اقول لكم ايه ما تفهمونيش اقول لكم والله ما تفهمونيش يعني بنتكلم عن دكتور الدمار مش بس في حاجه الواحد يتكلم عليها الدمار طب ما ديسكاس ايه المشكله في 4 مش عندكم فراغ في اللجنه ما بتقعدوا تتكلموا مع بعضكم ايه عندنا فراغ المهم خلص سؤالك يلا دمار ديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراجز دي الادويه اللي بتمنع البروجريشن اوف ديزيز ماشي ها ودول 4 ادويه مشهورين جدا وساعات يحطوا الميزوتريكسين معاهم بس هو مش مظبوط هو ايميلو سبريس ها ايه المشكله تمام الخلل فين يعني لا خلاص متعذر طيب بصوا يا ولاد يلا السيستميك لوبس في 10 دقايق ممكن كتير 10 دقايق عامل ايه كتير جدا كتير 10 دقايق كتير سيستميك لوبس سيستميك لوبس يعني ايه دوت مرض كونكتيف تيشو ديس اوردر كاركترايزد باي ارتيكولار واكسترا ارتيكولار بس مينلي سيستميك مينلي اكسترا ارتيكولار مع دايما افكشن للسكن دايما افكشن للبرين افكشن للكيدني از فيري كومن عشان كده هو بيكون سيستميك اكتر ودايما السؤال الشهير الروماتويد واللوبس الاثنين فيهم ارتيكولار واكسترا ارتيكولار لكن الروماتويد عنيف على الجوينت وحنين على الجسم اللوبس عنيف على عنيف على الجسم وحنين على الجوينت مفهومه مفهومه الايتيولوجي واحد اوتو اميون ما دليلك في الروماتويد فقط في لوبس في اوتو انتي بودي في اجسام مضاد ممكن يكون جينيتك او هلا اسوسيشن علم لي على هلا بي 8 ودي ار 2 و3 ماشي ممكن يكون السبب بتاعه فيرال انفكشن الهلا اسوسيشن يعني هلا الناس التي تشارك في نفس الهلا يحصل لها نفس الامراض هلا هيمونوفيزيتك انتيجين ممكن اولاد يكون السبب حاجه ثانيه لو الاستروجين ليه دور افهم المعلومتين اللي انا هقولهم دول المعلومه الاولى ان السيستميك لوبس بيحصل من سن 14 سنه لسن 40 سنه مش معنى 14 ل 40 سنه السن اللي فيه منسس يعني السن اللي فيه استروجين بص قبل ال 14 سنه وبعد ال 40 سنه الست زي الراجل في الانسنس اوف سيستميك لوبس يبقى بالتالي الاستروجين ليه ايه ليه دور دي المعلومه الاولى المعلومه الثانيه لقوا ان بعض الستات لما تاخد استروجين يحصل لها سيستميك لوبس يبقى الاستروجين ليه دور ولا لا؟ ليه دور يبقى الاستروجين له دور حتى كون المرض في الستات الرجاله 9 ولا 10 لواحد ده بيقول لك ان الاستروجين ليه دور عشان كده من ضمن العلاج بتاعهم يقول لك افويد الاستروجين ما ياخدوش استروجين. تاني حاجه او رابع حاجه ممكن يكون السبب ادويه وكل واحد يحفظ له 3 4 ادويه بيعملوا لوبس اي ان اتش بنسلامين البروكينامايد
هيدرالازين كونتراسيبتيف بالز، كل دي ادويه تعمل ايه؟ تعمل لوبس. يبقى الدراجز بتعمل حاجات زي اللوبس او بتعمل لوبس لايك مانيفيستيشنز، لازم تكون حافظ شويه منهم. خلصنا من الحته دي؟ خلصنا ولا اقول تاني؟ يبقى الاتيولوجي خمسة هو الاوتو اميون، هو جنرال هالا وانفايرمنتال فاكتورز واستروجين ودراجز، مفهومه؟ ده الاسباب. الكلينيكال بيكتشر، تايب اوف بيشنت، ميل ولا فيميل؟ فيميل. 9-1 او 10-1، والسن من 14-40 سنه. الجنرال مانيفستيشن فاهم. ارتيكولر عنيفه ولا بسيطه؟ بسيطه. سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ يبقى في سيمتريكال بولي ارثرايتس. تعمل ديفورميتي؟ لا. لا، ولو عملت لا تتعدى 10%. ماشي؟ بس هو المرض ده سيستميك له، بس مين العلاج بتاعه ايه؟ كورتيزول. فالاوستيوبروزس كتير، الاوستيوبروز بيكون معاهم كتير. ها لكن كجوينتس هو بس ايه؟ جاست يعني بريفرال ارثرالجيا كده، مورنينج ستيفنس ضعيف جدا، هذه فورمتز قليله لا تتعدى ال 10%. شوف بقى اكسترا ارتيكولار عنيفه، اكسترا ارتيكولار عنيفه على مستوى القلب. تعمل ايه في القلب بقى؟ ها ذا كومرس ام اس كيو، اكتر حاجه تحصل في القلب بيريكاردايتس، اكتر كلمه بيريكاردايتس ده ام اس كيو. لكن تعمل حاجه ثانيه، اسمع الكلمه دي، نون انفكتيف اندوكاردايتس. ممكن ترجع لي للترم اللي فات شويه، ترجع لي للترم اللي فات كان في درس اسمه انفكتيف اندوكاردايتس. ها كان انفكت، كان في ميكروب بيدخل يقعد في الاندوكارديوم ويبدا يعمل فورم كده وفيجيتيشن وبتاع ويبهدل الدنيا. فاكرين حاجه زي كده؟ كان اسمه انفكتيف اندوكاردايتس. هنا مفيش ميكروب بس في انفلاماتوري سيلز بتروح تقعد في الاندوكارد وتعمل فيه اندوكاردايتس، يبقى اسمها ايه؟ نون انفكتيف اندوكاردايتس. وصفها واحد وسماها باسمه، اسمها ليبمان ساك سندروم. ليبمان ساك سندروم يعني ايه؟ نون انفكتيف اندوكاردايتس، نون انفكتيف اندوكاردايتس، عكسها الانفكتيف اللي كان فيه ستريبتيف فيريدين وستريبتيف فيكاليس والكلام بتاع الترم الاول ده مالناش دعوه بيه. على مستوى القلب كمان يحصل ايه بقى؟ يحصل فاسكيولايتس. افهموا لي في الحته الاولى دي، يحصل فاسكيولايتس في اماكن كتير. فاسكيولايتس يعني انفلاميشن اوف بلاد فيزل. لو دلوقتي لو دي مثلا رجل اهي، دي رجل وحصل فاسكيولايتس وقفلت الفين اللي بيعمل درينج للمنطقه دي، اخبار الفينيولز والكابيلرس اللي في الرجل عامله ايه؟ كلها تبقى دايليتد وتورشر بالمنظر ده. فتيجي تبص على رجله كده، ها تلاقي عامله زي الشبكه، اسمها ليفيدو ريتيكيولاريس. ليفيدو ريتيكيولاريس، هذا اوريكم صوره ليها. تمام. اللي معاك كتاب صفحه 203 شايفين طبعا. ها شوف اللي مع اللي جنبك، تلاقي الرجل كلها عباره عن ايه؟ دايليتد كده، ها فينيوز اللي المصدر بتاعنا فوق اتقفل. هيبقى ده على مستوى البلاد فيزلز، فاسكيولايتس في اماكن كتيره. نزل لكم سؤال اسمه ايه؟ سؤال اسمه ايه؟ ثلاث درجات. بالمونري مانيفستيشنز اوف سيستميك لوبس. بالمونري مانيفستيشنز، ممكن تألف من غير ما تبص الاول؟ ألف واقول لك صح ولا غلط؟ دلوقتي موافق. بالمونري فيجن ما يدورش. بالمونري هايبرتنشن اكيد. ها؟ انترستيشن بالمونري فيبروس؟ سهلة ولا لا؟ أي حاجة. يبقى هو بس هو لا مش أي حاجة هو كده. يعني احنا. فلوريس. بلورال افيوجن. انترستيشن بالمونري فيبروسس بالمونري هايبرتنشن، وطبعا تأثر على الرايت سايد اوف ذا هارت، يبقى دي كلمة اسمها بالمونري مانيفستيشنز. كلمة نيمونايتس دي اللي هي يعني انفلتريشن بانفلاماتوري سيلز. الجي اي تي نفس القصة، نوزيا وفوميتنج. ليفر وسبرين اوتو اميون هيباتايتس از كومن. كان الترم اللي فات كان عندكم حاجة اسمها كورونيك هيباتايتس، كان يقول لك فايرال ونون فايرال اسمها اوتو اميون. الاوتو اميون دي اصلا كان اسمها ايه؟ ليوبويد هيباتايتس. ليوبويد نسبة الى مين؟ الى لوبس. يعني السبب بتاعنا كان مين؟ كان سيستميك لوبس، اوتو اميون هيباتايتس. على مستوى الكدني هنقف وقفه. تعمل ايه في الكدني؟ تعمل انترستيشن نفرايتس عادي. تعمل ايه؟ تيوبلر اسدوزس ماشي. تعمل نفروتك، تعمل نفروباثي. والنفروباثي ليها 6 جريدز. كله فاتح الكتاب ولا اكتب؟ ليها 6 جريدز. جريد 1 يسموه مينيمال او نورمال رينال فانكشن. يعني ايه؟ يعني واحد عنده، واحده عندها لوبس بدا يجي لها شويه بروتينوريا، فانا دخلت اعمل لها بايوبسي. فجيت بصيت على الجلوميرولز بتاعتها لقيتها زي الفل. والتيوبيو زي الفل. وادي الافرنت وادي الافرنت وادي الانترا جلوميرولا كابيلرز، الدنيا كلها زي الفل. فقالوا عليها حاجه من الاثنين، كتب قالت عليها نورمال
وكتب قالت عليها مينيمال تشينج. مينيمال تشينج ايه؟ لان انا مش شايف اي حاجه ولا عندي اصلا لا محتاج علاج ولا اي حاجه. ده اول نوع. تاني نوع انتوا اللي هتشرحوه لي اسمه ميزانجيو بروليفراتيف جلوميريول نيفرايتس. الميزانجيو هي الخلايا اللي هنا دي اسمها ايه؟ ميزانجيو سيلز. لما تبدا تزيد شويه ها تعمل نيفريتك مش كده ولا لا؟ يبقى دي اسمها ميزانجيو بروليفراتيف. طب انا عايز حد يشرح لي الكلمه اللي بعدها فوكال سيجمنتال او فوكال جلوميريول نيفرايتس. بعض الجلوميريولاي مش كلهم اكيد اللي بعدها ديفيوز. يعني ايه ديفيوز؟ كل الجلوميريولاي. آه بعد كده يحصل ممبرين ممبرين اللي اسمها بقى ممبرينس جلوميرول نيفرايتس. وسادس مرحله سكليروزنج يعني فايبروزس دي القاتله. معلش انا عايز الاسماء تاني. ها واحد نورمال او مينيمال. اثنين ميزانجيو بروليفراتيف. ثلاثه فوكال. اربعه ديفيوز. خمسه ممبرينس. وسته هيجي سؤال اسمه كده اسمه ها رينال مانيفيستيشنز اوف سيستميك لوبس او لوبس نيفرايتس. هيجي سؤال واكتب عليه متوقع وخمس نجوم. ايه رايك بقى عشان يضرب لك حاجتين ببعض؟ يضرب لك مين بمين؟ طيب او يجي لك مساله يجي لك يقول لك فيميل وعندها 20 سنه وعندها سكين راش وعندها ارثرالجي وفوتو سنسيتيفيتي اورال السر هاب بريزنتد تو هوسبيتال باي بافنس اوف ايليدز ذن جنراليزد ايديما. ها عايزين نقول الدايجنوزس دي حاله لوبس نيفرايتس. يقول لك باثولوجيكال تايبس هتقول له ست حاجات. ها انفستيجيشن وتريتمنت. انفستيجيشن للوبس وتريتمنت بتاعه اللوبس هما الاثنين اصلا واحد يعني. فاهمني ولا لا؟ تقول انا هقلبها كده نيفروتك. ما احنا هنقول دلوقتي علاج النيفروتك كله يعني كله هيتقال مع فعل اصلا هو النيفروتك مش هندي كورتيزول واللوبس واللوبس اساسا هندي ايه؟ هندي كمان كورتيزول. بس خليك متميز. ها خليك كده حد شاطر. لو جالك سؤال اسمه رينال افكشن ان سيستميك لوبس كل الطلبه اتحدى كل الطلبه هيقولوا الست حاجات دول ولا واحد هيقول كلمه انترستيشن نيفرايتس مع ان اللوبس افتكر هتعمل اكيوت وهتعمل ايه حصل ولا لا؟ ها انترستيشن نيفرايتس مفهومه؟ ها محدش هيقول واضحه دي ولا مش واضحه؟ طيب رينال تيوبولار اسيدوزس او ديسفانكشن ماشي اللي هي بتفوت بقى لكل حاجه ها وتبدا ما تعرفش تعمل ري ابزوربشن للبايكارب ويحصل اسيدوزس ها بلس طبعا الجلوميرولار افكشن اللي احنا بنتكلم عليه ده. الدنيا دي واضحه ولا فيها مشكله؟ الحته دي تهمني قوي قوي. انت لو فاهم جلوميرولار نيفرايتس اللي احنا خدناها والجدول انت هتطلع الكلام ده بسهوله. هو ده الحد شبه الحاجات اللي موجوده في الجدول. هي هي الجدول بتاع اللي. بس الترتيبه هنا بقى الترتيبه الترتيب بس احفظ الترتيب بس هي سهله مفيش حاجه. بعد كده بقى ايه بقى في ميزانجيو بروليفراتيف بعد كده بقى فوكال بعد كده بعد الفوكال يبقى ديفيوز بعد كده عمل ميمبرين وده وحش حاجه بعد كده بقى اند ستيج. طيب بص يا اولاد لو جالي في المرحله الاولى يعني بيستجيب للعلاج المرحله الثانيه هيستجيب للكورتيزول الثالثه محتاج اميونو سبريسيف الرابعه والخامسه باد بروجنوزس السادسه اند ستيج رينال ديزيز. فاهم حاجه؟ يعني كل ما الستيج بتزيد كل ما يكون البروجنوز بتاعي قد يكون اسوء. على مستوى السي ان اس نيوروسايكاتريك الناس اللي عندهم لوبس عندهم ديبريشن عندهم سايكوزس عندهم حاجه اسمها سيربرايتس. دايما عندهم سايكوز ديبريشن منين؟ هي بنت هي مش هي اصلا بتتلكك يعني واخد بالك وفي نفس الوقت بنت وحصل لها مرض مناعي بتطلب منها تاخد كورتيزول كل شويه وبعدين الشكل والكورتيزول بقى يعمل لها بافلو هامب وترانكال اوبيستي وبعدين شو وشها الدنيا كلها سايكوزس ايه بقى على الاخر وبلس حاجه الكورتيزول لوحده الكورتيزول لوحده اصلا ها بيعمل سايكوزس ها بيشتغل هو كدايركت اكشن ها عشان كده يحصل لها سايكوزس بالهبل. يحصل لهم مايوباثي وبريفرال نيوروباثي. مايوباثي وبريفرال نيوروباثي ار اي كومن. يحصل سيجرز يحصل ابيليبسي ها بيحصل اتاك ها اوف يحصل اللي هو بيقول لك كهربه المخ اتغيرت شويه ها نتيجه حاجه اسمها السيربرايتس. يحصل انفلاميشن اوف ذا برين يعني ممكن يحصل ها كونفيوجن كونفالجن كوما. ها السي ان اس مانيفستيشن برده من الحاجات الثقيله والوحشه والكثيره. على مستوى العينين نفس الكلام الروماتويد. السكين مهم السكين مهم. يجي لك سؤال اسمه سكين مانيفستيشن اوف لوبس. ركز في اللي انا هقوله بقى. يحصل حاجه اسمها مالر راش. المالر راش اللي هي الحته دي كده حمراء كل دي كده 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 بس البيزمنت ممبرين ما حصلوش افكشن يعني يعني ما تعملش ايه ما تافكتش اولا النيزوليبيال فولت يبقى سليم الحته دي سليمه وفي نفس الوقت يعني ممكن تخف تماما. اصل في كلمه ثانيه اسمها ديسكويد لوبس. ديسكويد لوبس بتبقى ثيك وريز وانديوريتد وسكيلي ولازم تسيب سكار. لكن المالر راش مش هتسيب ايه سكار.
تالت حاجه يخرجوا في الشمس يحصل لهم ايه؟ فوتوسينثيسيس. رابع حاجه يحصل لوس اوف هير الوبيشيا ارياتا ثم الوبيشيا توتاليس، يحصل لهم فيتيليجو اللي هو البهاء، يحصل رينولدز فينومينا اتاكس اوف بريفرال فازو كونستريكشن اسكيميا وجانجرين. الناس دول برضو يحصل لهم ايه يا اولاد؟ يحصل لهم ليفل وريتيكولاريس اللي احنا قلناها من شويه. يبقى دي كلها سكين مانيفيستيشنز. لا تنسى ابدا، لا تنسى كلمه مالر فلاش، مالر راش، فوتوسنسيتيفيتي، ديسكويد راش، فيتيليجو، تلانجكتيزيا، ارتكاريا، فاسكيولايتس، ليفل وريتيكولاريس، الوبيشيا، دي كلها حاجات ممكن تحصل. رينولدز فينومينا، تلانجكتيزيا. بص يا دكتور اقعد اتكلم سكين لغايه لما تزهق. سكين مانيفيستيشن اوف لوبس مهمه، سكين مانيفيستيشن مهمه. وطبعا يحصل اورال الستريشن، ليمف نود ماشي، وهيماتولوجي كل انواع الانيميا عادي ماشي. حطوا 11 كرايتيريا فور دايجنوز اوف لوبس. في 11 كرايتيريا، لو جمعت منهم اربعه تشخص ان الحاله فيها لوبس زئبه حمراء. ال 11 كرايتيريا بيقولوا ايه بقى؟ حد يعد يلا كده. هنقول ايه بقى؟ ماشي، هنقول مالر راش وديسكويد راش كده اثنين. فوتوسنسيتيفيتي بيلس اورال السر، ها ريفرال ارثرالجي، بروتينوريا، سايكوزس او سيجرز كده سبعه، بروتينوريا، رينال افكشن يبقى كده ثمانيه، بوليسيروسايتس، انفلاميشن اوف سيروس ممبرين عموما يعني هيبقى كده تسعه، ممكن عندي بلاد مانيفستيشن، اوتو اميون هيموليتيك انيميا او ثرومبوسايتوبينيا، ثم السيرولوجي بقى، السيرولوجي انا او ان دبل ستراند. الفكره انت لما تلاقي اربعه، اربعه من ال 11 دول تشخص ان الحاله فيها ايه؟ فيها سيستميك. لازم ابعت 11 صح؟ لازم اكتب 11 كتبه مع كلينيكال بيكشر. بس مفيش سؤال هيجي اسمه كلينيكال بيكشر اوف لوبس، مش حاجه اسمها كده، كبير جدا يعني. انفستيجيشن اكس راي نون ايروزف ارثرايتس، الاسبيريشن لو في جوينت انفلاميشن الاقي اميون كومبلكس، سي بي سي اس ار عاليه، السي رياكتيف بروتين نورمال الا لو حصل انفكشن، الليفر فانكشن كدني فانكشن مهمه، نوت سبيسيفيك انتي بودي انا في 95%، روماتويد فاكتور 20%، لوبس اريثروماتوز موجوده في 80%. سبيسيفيك بقى انتي دبل ستراند دي ان ايه وانتي سميث، انتي دبل ستراند دي ان ايه وانتي سميث انتي بودي، هي دي الحاجه السبيسيفيك جدا. الحاجه السبيسيفيك كلمه اسمها انتي سميث او انتي دبل ستراند، وجودها اصلا بيشخص، بس طبعا مش موجوده في كل الحالات، لكن لو لقيتها يبقى اكيد الحاله فيها ايه؟ الحاله فيها سيستميك لوبس. ماشي يا اولاد كده؟ مفهومه دي ولا لا؟ عالج يلا حاله لوبس. دكتور الانتي كارديو او جنرال اول حاجه هنقوله مع الانتي فوسفوليبيد حالا. جنرال اشرح الانتي فوسفوليبيد. جنرال بص يا دكتور، جنرال طبعا ريست لو في ارثرالجيا، لكن صن بلوك او صن سكرين مهم جدا، ما ينفعش اطلع في الشمس غير لما تحط لها صن بلوك، دي حاجه. الحاجه الثانيه، واحده ست بيحصل لها لوبس ما تاخدش استروجين، ما ينفعش ولا اي ادويه فيها استروجين، لانها هتزود المصيبه. بيقسموا العلاج بتاعنا لايه بقى؟ في عندي حاجه اسمها مايلد ديزيز، وفي مودريت، وفي سيفير. المايلد اللي هو ايه؟ يقول لك مايلد تو مودريت، اللي هم ايه يعني ما حصل لهمش افكشن لميجر اورجن، لو عنده سكين مانيفستيشن مثلا، واخد بالك؟ في شويه ارثرالجيا كده على خفيف، بس ما حصلش لا سريبرال افكشن ولا رينال افكشن ولا كاردياك افكشن، دول اسميهم مايلد تو مودريت. يبقى مايلد تو مودريت يعني ايه؟ نو ميجر اورجن انفولفمنت. بعالجهم بثلاث حاجات، نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، توبيكال ستيرويدز، توبيكال يعني حط كريم، حط كريم ستيرويدز لما يكون في سكين راش، وكلوروكين. كلوروكين بيستخدمه عشان السكين وعشان الارثرالجيا، ده اذا كان المرض ايه؟ مايل تو مودريت. طب سيفير يعني ايه سيفير يا اولاد؟ حصل رينال افكشن، حصل مشكله في المخ، يلا مين يتوقع؟ لازم 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 ادي سيستميك ستيرويدز، الجرعه من نص الواحد ملي جرام بير كي جي بير داي، ممكن يمشي عليها طبعا لمده طويله جدا ومدى الحياه، ممكن يستمر عليها مدى الحياه. على فكره زي برضو الاسترويد ما خدناه في علاج مين؟ في علاج النفروتك، نفس القصه، انا بستخدم ستيرويدز، لما اجي اوقف الاسترويدز يحصل فليرنج اب، اعمل ايه؟ ادي اميونو سبريسيف زي مين؟ زي سايكلوفوسفامايز، الاداسايبرين، دي ادويه تستخدم في علاج حالات اللوبس. مفهومه ولا لا؟ يبقى العلاج بتاعنا بيمشي ازاي؟ علاج اللوبس هيمشي ازاي؟ لو هي هعمل جنرال ده لكل الناس، مايل تو مودريت ثلاث ادويه، نون استرويدر وتوبيكال ستيرويدز وكلوروكين، لو هي سيفير سيستميك ستيرويد وهدي معاه اميونو سبريسيف دراكس.
لو حاجه جالي لوبس نفرايتس رهيبه جدا او لوبس وعامله اي تي بي، على فكره تعمل اي تي بي تعمل ثرومبوسايتوبينك بيركر، لو حصل كده معناه ان في انتي بوديز كتيره قوي. لما احب انضف الانتي بوديز بعمل حاجه اسمها ايه؟ بلازما فاز، مفهومه كده؟ ماشي. هقول حاجه ريليتد لسيستميك لوبس اسمها انتي فوسفوليبيد سيندروم. اكتر مرض في الدنيا، اكتر مرض يتكون فيه اجسام مضاده مضاد سيستميك لوبس. ماشي. من ضمن الاجسام المضاده اللي بتتكون حاجه اسمها انتي فوسفوليبيد. هو الفوسفوليبيد اصلا موجود فين؟ داخل في تركيب ايه؟ السيل ميمبرين. فيبدا يتكون انتي بودي اجنس السيل ميمبرين بتاع كرات الدم. افهم اللي انا بقوله. يحصل ايه؟ انتي بوديز بتروح تضرب الفوسفوليبيد اللي في السيل ميمبرين. طب لما يحصل كده يبقى اسمها انتي فوسفوليبيد. لما الانتي بودي ده بيطلع يروح يقعد فيها يمسك في هذا السيل ميمبرين يعمل ايه؟ لما يمسك فيها يعمل ريليز للسابستانس ماده. هذه الماده بتعمل انهبيشن لبروتين سي وبروتين اس. في هذه الحاله يبدا يحصل ثرومبوز. عايز املي الحته دي بسرعه، عايز امليها بسرعه. مش متملي يتملى الحته دي. هنكتب يلا كلنا انتي فوسفوليبيد سندروم. هنقول اكتب يلا. مكتوبه عندي؟ مش مكتوبه. مكتوبه مش مكتوبه. 23 بس مش مكتوب. مش مكتوب اللي انا هقوله ده. هنقول يلا انتي فوسفوليبيد سندروم. هنقول ريليز اوف انتي فوسفوليبيد انتي بودي. ريليز اوف انتي فوسفوليبيد انتي بودي. خير يا باشا. لا لا خلاص ظبط. ريليز اوف انتي بودي. قلنا انتي فوسفوليبيد انتي بودي. اوكي. ويتش اتاك سيل ميمبرين. ويتش اتاك سيل ميمبرين اند ريليز سبستانس. اند ريليز سبستانس which inhibit protein C which inhibit protein C and protein S. leading to thrombosis. فهمت الحته دي ولا لا؟ ازاي بيحصل انتي فوسفوليبيد سندروم؟ انتي بودي بتضرب كرات الدم تطلع منها ماده، الماده دي هي اللي هتعمل انهبيشن لبروتين سي وبروتين اس اللي هم اصلا ناتشورال انتي كواجولانت. فانا بعمل لهم انهبيشن فيحصل ايه؟ كواجوليشن ويحصل ثرومبوزس في اماكن كتيره. ماشي؟ هو في حاجه ثانيه بتحصل، بيطلع حاجه اسمها لوبس انتي كواجولانت. هو بيروح ياكتيفيت البروثرومبين. في ميكانيزم ثاني. ريليز اوف لوبس انتي كواجولانت which stimulate prothrombin cascade. خلاص. الشاهد هنا ايه؟ ان المرض ده ايه اللي بيحصل فيه؟ بيحصل فيه ثرومبوزس. يعني هو واحد عنده او واحد عندها لوبس وبدا يحصل لها ثرومبوزس. لما نيجي نمسك الانتي فوسفوليبيد سندروم كدرس لوحده كده انا اقول لك ان هو يا برايمري يا سكندري. برايمري من غير حاجه، يعني حد كل اللي عنده حاجه واحده بس، واحده كل اللي عندها انتي فوسفوليبيد سندروم وخلاص. طب سكندري، سكندري تو لوبس، سكندري تو مالجنسي، سكندري تو مايوساي، سكندري تو حاجه، سكندري المرض. اشهر حاجتين لوبس ومالجنسي. لوبس ومالجنسي خلاص. الكلينيكال بيكتشر ثرومبوزس ايلزوير في اي مكان. لما يحصل ثرومبوزس في الديب فين يحصل دي في تي، تعمل بالمونري امبوليزم. لما تيجي في البريفرال ارت، البريفرال اسكيميا، في الكورونري، في السريبرال، على حسب المكان بقى. اسمع، لما تحصل في البلاسينتال ارتريولز تؤدي الى ريبيتد ابورشن. عشان كده جم العلماء قالوا حاجه، قالوا حاجه جميله جدا. قال لك ازاي تشخص ان حد عنده سيستم، واحده عندها سيستم، واحده عندها انتي فوسفوليبيد. قال لك ثلاث حاجات. ثرومبوزس إلسوير في اي مكان، ابورشن، انتي فوسفوليبيد انتي بودي. لما تلاقي الثلاث حاجات دول وانت مغمض تقول الحاله فيها ايه؟ انتي فوسفوليبيد سندروم. دكتور في يوم اسود يجي لك سؤال اسمه انتي فوسفوليبيد سندروم، تعمل ايه حضرتك؟ تعمل ايه سعادتك في اجابه هذا السؤال؟ تعمل ايه؟ قول لي عادي جدا. قول ده في منه برايمري في منه سكندري. البرايمري لوحده، السكندري مع اللوبس والمالجنسي.
الكلينيكال بيكشر بتاعته فيه ثرومبوس فورميشن كتير، واكتب الميكانيزم اللي انت قلته ده واقول اكزامبلز على الثرومبوزس في الجسم كله، ما تنساش كلمه ريبيتد ابورشن. العلاج عالج السبب وعالج على حسب الموقف اللي انت فيه، لازم تدي هيبرين، لازم تدي انتي كواجلانت لو كانت الحاله فيها لوبس لا غنى طبعا عن الايه، عن الكورتيزول والاميونو سبريسيف او السيتوتوكسيك ميديكيشنز. سهله ولا فيها مشكله؟ ثرومبوس ريكرنت ابورشن ثالثه، ثلاث حاجات ثرومبوزس ريكرنت ابورشن انتي بوديز. هو ما جاش قبل كده على مر التاريخ، ما جاش قبل كده، انا قلت لو في يوم اسود يعني ما جاش قبل كده. هو الفايبس بتاعته برايمري مش عندي؟ البرايمري كان ايه؟ لسه برايمري ماشي. طيب بصوا يا ولاد، في حاجه اسمها سيرو نيجاتيف ارثرايتس. جالكوا سؤال اسمه ايه؟ جالك سؤال كده، والله سؤال كده قال لك انيوريت سيرو نيجاتيف ارثرايتس اند كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن اند تريتمنت for one of them. يعني انت قول لي مين هم واتكلم على واحد منهم. هنقول مين هم الاول. اولا هو يعني ايه سيرو نيجاتيف؟ يعني ايه سيرو نيجاتيف؟ يعني ما عندهمش انتي بودي، يعني روماتويد فاكتور نيجاتيف، وده بيشمل اربع امراض. واحد انكيلوزنج سبونديولايتس، وده على فكره كبير العيله وده اللي هتتكلم عليه. ها انكيلوزنج سبونديولايتس الثاني سورايتيك ارثرايتس، الثالث رياكتيف ارثرايتس او رايتر، والرابع انتيروباثيك ارثرايتس. يبقى دول الاربعه، دول اسمهم ايه؟ سيرو نيجاتيف. اول واحد منهم انكيلوزنج سبونديولايتس، التهاب الفقرات الالتحامي. المرض ده مرض مناعي، ها كونكتيف تيشو ديس اوردر، ليه ارتيكولار واكسترا ارتيكولار مانيفيستيشن، وبيحب الاكزيال جوينتس. كلينيكال بيكتشر امشي على الاسطمبه، تايب اوف بيشنت ميل، وبيكون ميدل ايج من 20 ل 40 سنه، بيكون اكثر في الرجال. جنرال مش في ايتس، في فاهم ارتيكولار واكسترا ارتيكولار. الارتيكولر هنا هتبقى فولي لكنها تكون اكزيال، ولما اقول لك اكزيال هيبدا فين؟ في الساكرو الياك جوينتس، لامبو سيكرال جوينتس، ممكن في الثوراسيك سباين، ثوراسيك فيرتبري، ثم في السيرفايكال. ها هبدا منين؟ ساكرو الياك جوينتس هيبقى عنده هيب بين، ثم لامبو سيكرال. اللامبو سيكرال دي في الكلينيكال كنا نخليه يعمل ايه؟ خلي عيني يوطي لقدام، اخلي صوابعه الفينجرز تلمس ها الفوت، فينجر تو فوت تيست، ما يعرفش، خليه يرجع لورا ما يعرفش، واعمل له اهم حاجه الشوبر تيست. فاكرين حاجه زي كده؟ طيب لما اجي اقول لحضرتك ثوراسك افحصها ازاي؟ تشيست اكسبانشن. طب السيرفايكال خليه مايل قدام، ها شين تو تشيست تيست، شين تو تشيست، ويرجع لورا اوكسيبوت تو وول، تلاقي عنده ليميتيشن في الحركات دي كلها. هل ممكن يسحب على البريفرال جوينتس؟ يعمل اسيمتريكال بولي ارثرايتس ويجي في البيج جوينتس. انا خلصت الارتيكولر. ارتيكولر انت محتاج لي ايه؟ كايز محتاج لي انكلوزنج ليه الدرس اسمه انكلوزنج؟ ها ديفينيشن ارتيكولر واكس ارتيكولر اكتر في الرجاله 20 40 سنه. ها موجود اثنين لكل 1000، مش مكتوبه كده ولا ايه؟ ولا 2% زي ما تكون يعني، واخد بالك؟ بعد كده قلنا ايه؟ جنرال ها ارتيكولر، والارتيكولر دي واخده جوينتس كتيره، اكزيال جوينتس، ساكرو الياك، لامبو سيكرال، سيرفايكال، ماشي ثوراسيك، ثم بريفرال. بريفرال تبقى اسيمتريكال. اسيمتريكال ها هو انا المرض ده سنتري بيتر ولا سنتري فيوجن؟ سنتري فيوجن. انا بادئ فين؟ سنترال، بعد كده يسحب على ها البريفرال، يعني بادئ من جوه لبره، ها بادئ من النص وبعدين يسحب على ايه؟ ها هيسحب على بره. مفهومه؟ المرض ده ممكن ياخد بريفرال جوينتس، ممكن، بس لو خدها هتبقى اسيمتريكال، ها ومش هيبقى ايروزف زي الروماتويد، نون ايروزف. طيب هل بيعمل اكسترا ارتيكولار مانفستيشنز؟ بروستاتايتس بنسبه 100%، بروستاتايتس بنسبه 100%، وشويه حاجات بحرف الاي. يعمل اورتايتس او اورتيك ريجيرج، ايبيكال فايبروزس، يعمل اميليدوزس،
IgA نفروباتي يعمل اكيلايتس انفلاميشن اوف تندو اكيلس. خلاص يا ولاد اكسر ارتيكولر يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ اورتايتس وانتيريو يوفيايتس. انتيريو يوفيايتس واورتايتس معايا ولا لا؟ اميليدوزس اي جي ان فروباثي ايبيكال فايبروزس. لما تيجي حضرتك تعمل له انفستيجيشنز هتعمل له اكس راي، بص بقى الاكس راي فيها فايندنج جديده. هو هنا المرض جاي فين؟ مش المرض جاي اكزيال؟ المرض جاي اكزيال اهو، المفروض يا جماعه ان الفقره تبقى عامله كده. الفقره عامله كده. وهنا في ايه؟ انتر فيرتبرال ديسك. المرض ده يعمل هنا ايروجن في المكان ده. يحصل انفلاميشن، تبدا بعد شويه العظمه تبقى عامله كده مربعه كده. ها وبعد كده الديسك اللي بينهم يبدا يتاكل والعظمه الثانيه اهي. واخد بالك؟ وبص يا دكتور الليجمنتس اللي هنا ده يبدا يحصل فيه كالسيفيكيشن بعد شويه كمان تلاقي الفقره دي كده لازقه في الفقره دي. الفقره دي لازقه في الفقره دي ومكان ما كان فيه هنا جوينت وكان فيه كارتج اصبح عباره عن كالسيفيكيشن. والليجمنتس اللي هنا بقت ايه؟ بقت فيها كالسيفيكيشن. المنظر ده اسمه بامبو سباين. ايه بامبو سباين؟ بامبو سباين بيتكون من ايه؟ هتلاقي فيه سكوير فيرتبري، الفيرتبري شكلها مربع. في نفس الوقت حصل فيوجن، فيوجن لان خلاص الكارتج ده اتاكل كله بقى عباره عن فايبرس تيشو كالسيفيكيشن. في نفس الوقت مش انا عندي هنا كان في حاجه اسمها سباينز، المسافه بين كل سباين والثانيه كانت كبيره، دلوقتي المسافات ايه اللي حصل لها؟ صغرت. ليه صغرت؟ لان الفقرات اصلا قربت من بعضها. على فكره المرض ده بيأثر، خلي الشخص يبقى ايه؟ يبقى حد قصير. يبدا يقصر، يقصر ليه؟ لان الفقرات بقت قريبه من بعضيها. مفهومه ولا لا؟ يبقى دي اسمها بامبو سباين. دي اكتب كلمه بامبو سباين. ممكن بامبو سباين ممكن تعمل اكس راي على الهيب جوينتس او على السيكرو الياك جوينتس هتلاقيه سيفيرلي افكتد وكالسيفايد. شوف انا اقول لك حاجه مش عارفه تريحك ولا هتتعبك، قسما بالله العلي العظيم، تريتمنت اوف انكيلوزنج سبونديولايتس لا كلمه ولا زياده، لا زياده ولا اقل من الروماتويد ارثرايتس. بص يا دكتور بالكلمه تريتمنت اوف انكيلوزنج سبونديولايتس بالكلمه. بص يا دكتور كوبي بيست كده علاج مين؟ نفس حتى دي مارد. ايوه دي مارد. كل حاجه هي هي. لو قال لك تريتمنت اوف انكيلوزنج هو هو تريتمنت اوف مين؟ اوف روماتويد. ايه الفرق بين الروماتويد والانكيلوزنج؟ الروماتويد فيه بوست افكت لكن هنا نيجاتيف. الروماتويد كان يحب البريفرال ويجي سنتري بيتال، الانكيلوزنج يحب الاكزل ويجي سنتري فيوجن. الاكسترا ارتيكولار قريبه من بعضها بس الانكلوزنج هو سهل لنا الدنيا. قال لك قول لي بروستاتايتس ورصد لي خمس ست حاجات بحرف الايه وخلاص وما تعبش نفسك بالباقي. مفهوما؟ مفهوما يا اولاد؟ الاكس راي ما تنساش كلمه اسمها بامبو سباين، دي عايزها، الدكتور بيدور عليها، ثم العلاج هو هو بالكلمه كلمه انكلوزنج سبونديلايتس. الكلمه الثانيه رياكتيف ارثرايتس، رياكتيف. هذا بيكون رياكشن لحاجه، رياكتيف لايه؟ يعني اللي هو فكره الروماتيك فيبر اللي احنا عارفينها، في ميكروب دخل، هذا الميكروب بدا يتكون انتي بودي، على ما هذا الانتي بودي راح يضرب مكان خد وقت شويه، قعدنا في مرحله اسمها ليتنت بيريود كده. ها المرض اللي هو رياكتيف ده او اسمه الثاني رايترز، رياكتيف او رايترز ذا سيم، تبع السيرو نيجاتيف. وعلى فكره كلهم بيكونوا هلا بي 27، كل السيرو نيجاتيف هلا بي 27. بيجي بعد ايه الرياكتيف ده؟ بيجي بعد جي اي تي انفكشن او جينيتو يورينري انفكشن. جي اي تي او جينيتو يورينري انفكشن. واحد كان عنده يو تي اي او كان عنده بروستاتايتس او اي حاجه او يوريثرايتس، بعديها بشويه بدا يجي له التهاب في المفاصل، ها التهاب في الجوينتس، ها التهاب في الجوينتس بيحب مين بقى؟ ماشي زي الانكيلوزنج يحب الاكزيال ثم بعد كده يروح للبريفرال، يكون معاه يوريثرايتس وكونجكتيفايتس. عشان كده حبوا يختصروا الرايتر او الرياكتيف، قالوا عليه كلمه مشهوره قالوا اي يو سي، يعني ايه؟ ارثرايتس، ها يوريثرايتس، ها كونجكتيفايتس. دول الثلاثه اللي هم الكبار. دكتور لو حبيت امشيه كده كلاسيكال يعني قول ارتيكولر زي الانكلوزنج واكسترا ارتيكولر قريب جدا من الانكلوزنج وخلصنا. بس في العلاج هتزود كلمه، مش في سبب؟ مين السبب؟ كان في جي اي تي او كان في جينيتو يورينري انفكشن، ممكن حضرتك تعالج لي هذا الانفكشن بس
عالج لي هذا الانفكشن، يعني زود انتي بايوتيك في العلاج بتاعك، مش عايز ولا كلمه زياده ولا كلمه اقل. سورايتك يعني ايه سورايسز؟ صدفيه. ها سورايز يعني صدفيه. صدفيه ده سكين ليجن موجود في 1% من البوبوليشن. 10% من الناس اللي عندهم صدفيه ممكن يحصل لهم ارثرايتس، يبقى اسمها سورايتك ارثرايتس. ماشي. سورايتك ارثرايتس بتاخد كذا باترن. اولا هتلاقي عنده السكين ليجن. ايه السكين ليجن؟ تلاقي عنده بقى البابيول، سكيلي بابيول، ها وبتقشر، ها وفي نفس الوقت تلاقي عنده ايه؟ ها وتلاقي عنده حاجات كده في الضفر، تلاقي فيه ريدجز. خدتوا كلام في الجلديه ولا لا؟ هتلاقي فيه ريدجز كده موجوده في النيلز. ها مفهومه؟ يعني عنده الكلينيكال بيكتشر او السكين مانيفستيشن بتاعه الايه؟ السورايسز. بلس ان هو معاه ارثرايتس. الارثرايتس تاخد شكل ايه؟ بص يا دكتور اسمع اقول لك كلمه بس ايه ومعلش انا خايف اقول كلمه. بص تحب الديستال انترفالنجيال عكس ال حد عايز يقول لي حاجه؟ عكس مين؟ تحب الديستال دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن تيجي لي اوليجو ارثرايتس يعني 2 أو 3 أو 4 جوينت انفكشن. الحاجه الثالثه ممكن تبقى ديستركتيف تيجي بجوينت وتدمره. الرابعه والخامسه، الرابعه تبقى روماتويد لايك والخامسه تبقى انكلوزنج لايك. يبقى تعمل 5 حاجات في الجوينتس، تعمل افكشن للديستال وممكن تبقى ديستركتيف، ممكن تبقى اوليجو اسيمتريكال بولي ارثرايتس، وممكن تبقى روماتويد لايك، وممكن تبقى انكلوزنج لايك. اقول تاني السورايسز هتلاقي فيه سكين ليجن وهتيجي ارثرايتس بخمس انواع، خمس اشكال. ايه الخمس اشكال بتاعتنا؟ ها في 2 سهلين يا روماتويد لايك يا انكلوزنج لايك. تحب الديستال تعمل ديستراكشن، ها تيجي اوليجو يعني من 2 لـ 4. السورايتك ارثرايتس دي ممكن يكون معاها اكسترا ارتيكولار مانيفستيشن غير السكن، تعمل اورتايتس، تعمل زي الانكلوزنج يعني. ها اورتايتس هي اشهر كلمه، تعمل ايرايتس، ها انتيريوبيايتس از كومن. خلاص العلاج بتاعنا نفس العلاج، هو ما اتغيرش اي حاجه. انتيرو باسيك مش عايزها. خدته في الترم الاول حاجه اسمها ألسرات كولايتس. مع الألسرات كولايتس كان يحصل معاها اكسترا انترستاينال مانيفستيشن. مع الاكسترا انترستاينال مانيفستيشن دي كان بيحصل ارثرايتس. انت عالج الألسرات كولايتس، ها الامور تتحسن. احنا خلصنا الاربعه الكبار. ايه الاربعه الكبار؟ جاوت، روماتويد ارثرايتس، سيستميك لوبس، وادي مين كمان؟ وادي انكلوزنج. اوكي نعمل بس بريك 5 دقايق وبعدين نقول بقى الحاجات اللي هي الفاسكولايت في الكوليكشن، الحاجات اللي هتهم الدنيا. فاسكولايت والسكيوديرما ما جاتش سؤال، بس هقول لك ما جاتش خالص. هي جات سؤال؟ لا ما جاتش خالص. بس هقول لك بس انا اقول حاجه، هقول سكيم صفحه واحده للامان. لا خش اللي عايزه في الفاسكولايت الصفحه واحده، عايز في الفاسكولايتس حاجه واحده. يلا خليك معايا. ديفينيشن كلمه فاسكولايتس by definition inflammation of blood vessels، وده بيشمل ايه بقى؟ ها artery او vein او capilla. inflammation of artery اسمه arthritis، ها inflammation of vein اسمه blepharitis، inflammation of capillary ها capillaritis. خلاص بقى خلاص. Classification بنقسمها إلى 3 أنواع. في حاجة اسمها large vessel vasculitis، وفي medium sized vasculitis، وفي كلمة اسمها small vessel vasculitis، وفي unclassified يعني حاجة مش متقسمة أصلا. Unclassified ده بيحسد، سيبك منه دلوقتي. Large vessel vasculitis يعني بيجي في arteries كبيرة، في منه 2. واحد اسمه giant cell arthritis، واحد اسمه takayasu arthritis. الميديوم سايزد في 2، في واحد اسمه كاواساكي وحاجه اسمها بولي ارترايتس نودوزا. السمول بلاد فيزل فاسكيولايتس نوعين، يا اما تكون بوزيتيف انكا اسوشيشن بتكون بوزيتيف، يا اما نيجاتيف انكا. انكا ده اختصار لايه؟ انتي نيوتروفيليك سيتوبلازميك انتي بودي. النيوتروفيليا سيتوبلازم، انتي بودي ضد هذا السيتوبلازم. اوكي
الانكا بوزيتيف دول ها الانكا بوزيتيف ها بيكونوا مين بقى؟ ها بيكون ممكن احط البولي ارترايتس نودوز وحاجه اسمها فاجنرز جرانيولوما وكلمه اسمها شيرش ستراوس ديزيز. النون انكا هنوخ شنولاين بيربرا خدناه قريب حصل وحاجه اسمها كرايو جلوبلينيميا. معلش التقسيمه تاني الباسكولاريس يعني انفلاميشن اوف بلاد فيزلز ارتري او فين او كابيلاريز ماشي بنقسمها الى ايه؟ يا اما بتيجي في اللارج يا اما في الميديم سايز يا اما في السمول. لو جت في البيج ارتريز يبقى اسمها جاينت ارترايتس او تكياسو. لو جت في الميديم اسمها كواساكي او بولي ارترايتس نودوزا. لو جت في السمول بلاد فيزلز يا اما انكا بوزيتيف يا اما نيجاتيف. بوزيتيف البولي ارترايتس نودوزا يعني كده انت البولي ارترايتس نودوزا موجوده مرتين مع الميديم ومع السمول بتيجي في الميديم او بتيجي في السمول سايز ماشي. وفي طبعا التشيرش ستراوس والفاجنرز النيجاتيف اللي هم الهينوكشن لاين والكرايو. اخر واحده دي كرايو كرايو جلوبولينيميا بس ان كلاسيفايد بس لسه احنا شرحت. طب يعني ايه تشيرش ستراوس؟ لا مش قصدي التقسيمه لارج وميديوم وسمول وايه بقى وان كلاسيفايد مش متقسمه يعني اذر قول اذر ماشي يا اولاد. دي مشكله لغايه دلوقتي. بص كل الامراض دي رير ومالتي سيستميك والكلينيكال بيكشر اكوردنج تو ارتري ويتش اوكلودد. يبقى في ثلاث كلمات هيتقالوا مع اي فاسكيولايتس. مع اي فاسكيولايتس قول لي ثلاث كلمات. قول لي ان هو رير سيتويشن. قول لي ان الحاله دي مالتي سيستميك. يعني ايه مالتي سيستميك؟ يعني مش بتيجي في حته واحده، لازم يجي في كذا ايه؟ هيجي في كذا مكان، في كذا سيستم. نمره ثلاثه الكلينيكال بيكشر بتاعته بتعتمد على المكان. يعني مثلا اقول لك حاجه، لو جه فاسكيولايتس في الارتر اللي بيغذي العين يعمل بلايندرز، لو جه في الكورونري يعمل اكيوت كورونري سندروم على حسب المكان. ولا مش قلنا سؤال ما كانش قبل كده تبيع القضيه، ركز افرض جه تبقى عارف فكره عنه، تعرف تقول كلمتين وانا بقول لك ذاكره كله. انا ما قلتلكوش ذاكره كله بس لو عارف كلمتين يعني. ما انا عارف ولا كانك سمعت اي حاجه. لا سمعت. كلينيكال بيكشر واحد عندهم فاهم لان في ايتس ماشي. اثنين هايبرتنشن بلس رينال انسفشنسي. حد يشرحها لي. هايبرتنشن مش البلاد فيزلز فيها قديمه بيبقى عندهم هايبرتنشن. رينال انسفشنسي رينال ارتري الدم اللي رايح ماشي فيه بقى قليل لان حصل فاسكيولايتس. مفهومه؟ نمره ثلاثه يحصل على مستوى السكن خاصه في الفينجرز والبريفري يحصل السرز. الالسرز دي عشان ايه؟ ها الدم اللي رايح للبريفري هنا قليل. ها الدم اللي رايح للاطراف هنا بيكون قليل في فاسكيولايتس. فالدم اللي رايح يكون قليل. لما يكون الدم اللي رايح قليل دوت يعمل لنا ها زي صوره كده السرس على السكن ها. فدي برضو كلمه مهمه. يبقى في الكلينيكال بيكشر كلهم معاهم فاهم، كلهم معاهم هايبرتنشن ورينا الانسفشنسي وتلاقي السكن فيه السرس. خلاص كده يبقى دي هنقولها في كل حاجه. يبقى انت عندك دلوقتي هو رير ومالتي سيستميك والكلينيكال بيكشر على حسب المكان. وكلينيكال بيكشر فاهم هايبرتنشن رينا الانسفشنسي سكن وفينجرز افكشن. انفستيجيشنز لكل الامراض واحده. هنعمل روتين. روتين لاب تعمل ايه حضرتك؟ تعمل سي بي سي واس ار وسي رياكتيف بروتين وليفر فانكشن ورينال فانكشن. فيهم مشكله؟ لا. نعمل انتي بوديز خاصه انا وانكا. انكا عايز ابص على البلاد بيزل اعمل حاجه اسمها دوبلكس. او احسن منها بس انفيزيف اعمل حاجه اسمها ارتيريوجرافي. ادخل جوه الايه؟ ادخل جوه البلاد فيزلز. واهم انفستيجيشن كلمه بايوبسي. بايوبسي منين؟ من الفيزل اللي افكتد اكتر او من المكان اللي افكتد اكتر. فاكر لما قلنا جاينت سيل ارترايتس كان بيجي هنا بس سوبرفيشال تمبرال ارتري قلنا ناخد عينه. طب لو اقول لك ان البولي ارترايتس نودوزا اكتر مكان تحب تيجي فيه في الكليه لازم حضرتك تعمل ايه؟
لازم اعمل رينال بايوبسي. يبقى البايوبسي من المكان اللي هو ها اكتر مكان افكتد، اكتر حته افكتد ناخد منها ها بايوبسي. واضحه دي رقم واحد. هعمل روتين لاب، هعمل انتيبودي، هعمل دوبلكس وارتيريوجرافي، هعمل بايوبسي، هعمل بقى اي سي جي وايكو سي تي برين والحاجات دي اللي هي المالتي سيستميك افكشن ها لكل حاجه. التريتمنت بتاعنا الثلاث كلمات اللي انت عارفهم ها، ايه التريتمنت يا دكتور؟ ها نون استرويدال انتي انفلاماتوري كورتيزول واميونو. انا خلصت درس اسمه باسكيولايز ماشي، ممكن تعيش معايا بقى الحته دي، هقول بس حتتين والله وخلاص، مش هتكلم ثاني في الموضوع ده، هقفل الموضوع حالا. ممكن جالك في الامتحان سؤال اسمه مثلا يعني مثلا بولي ارترايتس نودوزا فور اكزامبل، شوفوا يا جماعه وانا بتكلم هنا اصلا كنت اقصد البولي ارترايتس نودوزا من الاخر يعني. ها ده عباره عن ايه؟ فاسكيولايت تصنيفته ايه؟ ميديم اند سمول فيزلز فاسكيولايت، بيحصل فيه انفلاميشن. طب ليه اسمه بولي ارترايتس نودوزا؟ النودوزا اللي جت منين؟ هو بيعمل انفلاميشن في الارتري كده، من كتر الانفلاميشن ده بص هنا الحته دي بيحصل فيها نيكروزس نيكروتايزنج انفلاميشن وتروح عامله زي بالج كده. ها لما يحصل البالج ده يبقى اسمه ايه؟ انيوريزم. يبقى اسمه ايه؟ انيوريزم. مفهوم ولا لا؟ يحصل انيوريزمال دايلاتيشن، انيوريزمال دايلاتيشن ها في الارتريز، فتلاقي الارتري كده محبب، لما يكون محبب المنظر ده يطلقوا عليه هذه الكلمه ها كلمه النودوزا، بولي ارترايتس نودوزا، بولي ارترايتس نودوزا. مفهومه؟ يجي فين بقى؟ كلينيكال بيكشر رير مالتي سيستميك اكوردنج تو الحته اللي اتقفلت، فاهم؟ سكين هايبرتنشن اساسي، رينال انسفشنسي اساسي، اكتر اورجان يحصل له افكشن هو الكليه. يلا انفستيجيشنز كل حاجه، بس اعمل رينال بايوبسي العلاج، ما عنديش غيره. شايفوا حاجه؟ طيب فاجنرز جرانيولوما تصنيفها ايه؟ فاجنرز سمول بتكون انكا بوستر. فاجنرز بيسموه ايه يا ولاد؟ ها بيسموه كده، بيسموه كده ديزيز اوف لانج كيدني اند نوز. انا خلصت ارغي، انت ارغي الرغي كله، اكتر مكان اتاثر هو اللانج، اصلا بيعمل جرانيولوما في اللانج. في النوز بيعمل ايه؟ بيعمل هنا اسكيميا، وتلاقي الكارتج، بص لي هنا تلاقي الكارتج دي وقعت وقعت. مش كده يقول لك ايه؟ ذا كومنست كوز فور سادل شيبد نوز ان يو اس اي از فاجنرز جرانيولوما. ها فاجنرز جرانيولوما طبعا يعمل رينال افكشن، هو بيجي دايما في ثلاث اماكن. الجاينت سيل بيجي في التمبورال ارتري، التكياسو بيجي في الارش اوف اورت، الكواساكي اوله كي بيجي في الكورونري، كواساكي كي كورونري، وكمان في الكيدز في الاطفال، كواساكي كورونري اطفال، كواساكي كورونري اطفال. مش عايز اي كلمه ثانيه ولا اي حاجه في اي حاجه، خلاص؟ انت لو قلت الكلمتين دول تبقى عارف هتطلع الاول على طول، عشان انت لو جه سؤال زي كده، ها لو جه سؤال زي كده ما حصلش ولا هيحصل، بس لو حصل، لو حصل نعرف نتكلم يعني، ما نسيبش ايه، ما نسيبش الحاجه كده كلها. هقول سكيلو ديرما في 10 دقايق. سكيلو ديرما، سكيليرو ديرما، سكيلو فايبروزس، ديرما سكين، تشمع الجلد او تصلب الجلد. واحد من الاخر كده جلده ضيق عليه، شفناه في العملي. ده كونكتيف ديجيتال ديس اوردر كاركترايزد باي كيوتينيوس اند اكسترا كيوتينيوس. اكتر في الستات، بيجي في الفورث والفيفث ديكيد اوف لايف. ها بيكون هلا اسوسيشن، هلا دي ار 1 و3 و5. ممكن يبقى في انفايرمنتال فاكتور. بيجي مع الناس اللي بتتعرض لبرد بكميات كبيره، كل الكلام ده اوانطا مش عايزه. انا عايز من اول كلينيكال بيكتشر. كلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر بتاعت السكيلوديرما بقسمها الى كيوتينيوس واكسترا كيوتينيوس. على مستوى السكين اكتر حاجه تحصل كلمه رينوس فينومينا. تدخل يا فاشل انت اتلمتوا على بعض. رينولدز فينومينا ماشي، دي حاجه. الحاجه الثانيه بيعمل افكشن للهاند والفيس والسكان اوف ذا تشيست. بعد كده نقول بقى الكلاسيفيكيشن بتاعتنا. يجي يعمل رينولدز، يلا فكروني يعني ايه رينولدز يا اولاد؟
يعني اتاكس وبريفرال فازو كونستريكشن. فالعين يقول لك ايه؟ يقول لك يا دكتور ببص كده على الضفره اللي هي ابيضت تبيض، بعد كده تزرق، بعد كده تحمر. هي تبيض ليه؟ مفيش دم رايح، مفيش دم رايح. بعد كده تزرق، حصل اكيوميليشن اوف ميتابولايت، بعد كده يحصل فاز دايليتيشن، يعمل رياكتيف فاز دايليتيشن وتبدا تحمر. هيبقى دي كلمه الايه، هاي كلمه اسمها رينوس. من كتر ما بتيجي هذه الاتاك، كل ما تتعرض لبرد يحصل له كده، او كل ما تتعرض لبرد يحصل لها كده، عشان بتكلم اوقع، تبدا العقل الاخيره دي تتاكل، يحصل فيها ريزوربشن اوف ذا تيرمينال فلانكس. فالناس دول تلاقي الضفر من هنا، الصباع من هنا متاكل، حتى قلنا يبقى عندهم كلابنج زي الكلابنج اسمه زولو كلابنج. يبدا السكن اللي هنا يحصل فيه فايبروزس، ايده تعمل كده، بص كده عامله كده، شفنا المنظر ده؟ سكيلرو داكتل. حتى قلت لكم خدوا فولد، عرفتوا ولا لا؟ شوف عندي ممكن امسك فولد كده، عنده تلاقي مش عارف تمسك فولد، يجي على الفيس يخلي الوش يبقى ماسك فيس، يشد على النوز، تبرنج الماوس، فيش ماوس او مايكرو ستومك، تقول له افتح بقك او افتح بقك، اعرف ازاي البق كبير ولا صغير ولا ايه؟ ثلاث صوابع. ما اعرفش اصلا دخل ثلاث صوابع، اصلا ما اعرفش دخل صباعين، مايكروستوميا. ممكن يجي على السكين بتاع التشيست يا ولاد، لو جه على السكين بتاع التشيست يعمل تايتنس، يحصل ريستريكتيف هايبو فنتيليشن. يعمل ايه؟ ريستريكتيف هايبو فنتيليشن which is common، ولو حصل ده ريسبيراتوري فيلير. انواع السكيلوديرما بقى، بص يا ولاد، انواع السكيلوديرما فيها انواع كتير. في نوع بيبقى اسمه لوكالايز، نخلص منه، ده كافي. لوكالايز يعني جاي في حته كده في السكين بس وخلاص، ولا خايفين منه في حاجه ولا يشغلنا في حاجه. لا مثلا عنده حته كده في السكالب فيها ثيك سكين، حته في صدره فيها ثيك سكين، ولا عامل اي انترنال اورجان افكشن ولا اي حاجه ولا اي مصيبه. في نوع ليميتد للهاند والفيس، ودي في منها نوع اسمه كريستل. يلا يا بحوات ردوا عليا. كريست ده نفكه بايه؟ كالسينوزس. ايه كالسينوزس يعني؟ مش هو تحت الاسكين في فايبروزس؟ ده مفهوم الفايبروزس، يحصل كالسيفيكيشن، تمسك كالسيوم، اكس ري فايندينج، يحصل رينوس، يحصل اوستوفيجيال هايبوموتيليتي، سكليروداكت، تلانجكتيزي. ماشي؟ في نوع تاني يبقى اسمه ديفيوز. ياخد كل حاجة جنراليز ديفيوز. في نوع يبقى اسمه سيستميك سكليروزس، وده أوحش نوع بالمرة. سيستميك سكليروز يعني إيه يا ولاد؟ بص يا ولاد، يعني بيعمل أفكشن للإنترنال أورجانس، يعني إكسترا كيوتينس، وما يعملش حاجة في السكين. وده حلو ولا طين؟ طين ليه؟ أصل والله في حاجة في السكين، أنا بدور على اللي جوه. طب لما يجي لي السكين ما فيهوش أي حاجة، لما يكون السكين ما فيهوش حاجة، أنا إيش ضراني بقى إن في مصيبة، إن في حاجة بتحصل جوه؟ فاهمني ولا لا؟ ها علشان كده مهم جدا 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 ان انا اشوف اذا كان عندنا، ها اذا كان عندي، انا لو لقيت حاجه في السكين هدور على اللي جوه. اسوأ نوع هو ده سيستميك سكليروز. في حاجه بقى اسمها اوفرلاب هنقولها كمان شويه. طيب اكسترا كيوتينيوس، اكتر سيستم يتاثر بعد الجلد هو الجي اي تي. يجي في الاسوفجس يعمل ديسفيجيا، يقول لك انا مش قادر، الاكل مش عارف ينزل، بعد كده الميه مش عارفه تنزل، بعد كده يعمل منظار ويقعد يوسع، ها يبقى عنده ديسفيجيا. يجي في السمول انتستين يعمل فايبروزس، يعمل مال ابزوربشن. في اللارج انتستين فايبروزس، مش عارفه تدفع الاستول لبره، هيعمل كونستيبيشن. على مستوى الريسبيراتوري يعمل انترستيشال بالمونري فايبروزس، وفايبروزس البالمونري ترانك تعمل بالمونري هايبرتنشن. على مستوى مثلا الجوينتس يعمل ارثرايتس. على مستوى القلب يعمل فايبروز. بص يا دكتور، يجي في كل حاجه بعد كده، فانا عندي كيوتينيوس وعندي اكسترا كيوتينيوس. انفستيجيشن مفيش فيها حاجه مميزه، علم على كلمه انتي سكيل 70 دي عشان الديفيوز فور، وفي نوع اسمه انتي سنترومير عشان الكريست. غير كده مفيش حاجه سبيسيفيك لا في الانفستيجيشن ولا التريتمنت، مش عايز ولا كلمه ثانيه ولا كلمه ثانيه. افهم الحته اللي هقولها دي. لما حد يبقى عنده روماتويد وسيستميك لوبس وفي نفس الوقت في سكليروديرما ومايوسايتس، دايما الاربعه دول مع بعض اسمهم اوفرلاب او ميكسد كونكتيف تيشو. عندكم ام اس كيو بصيت عليها، قال لك ان ميكسد كونكتيف تيشو، يقول لك ايه؟ زيرز روماتويد ارثرايتس سيستميك لوبس سكليروديرما بلس
وحاطط لك خمس اختيارات، اختار كلمه ايه؟ ها مايوسايتس، ها اختار كلمه مايوسايتس، يبقى دي الخمسه بتاعتها مفهومه. كلمه ماي يعني لما يجيب لك ثلاثه وعايزين نكمل واحده مش مشكله، ها كمل اللي هي فاضله، وده كلام بسيط جدا. يعني في واحد يبقى عنده النهارده حاجات دي؟ ايوه بس اسمها ميكسد كونكتد ميكسد، يعني مجمع كذا مرض مع بعض. كل اللي هقوله ده ما حصلش بس مستعد يعني. مكتوبة دي. عايزني اقولها 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 لا خلاص. لا بسألها بس مكتوبة. لقيت عندكم سؤال اسمه بيست. مش عارف كاتبينه قبل كده ولا بيست. ما هو مكتوب بس في ناس مش موجودة في الكتب معاه ولا موجود في كل الكتب. لا موجود. بيست. لو حد مش معاه عشان نكتب. بيست. نزل سؤال مرة خمس درجات تبقى عارف عنه الكلام الآتي. كلمة بيست أصلاً هو تبع ايه؟ Unclassified vasculitis هو عبارة عن chronic inflammation of blood vessels. بيتميز ان هو multi systemic. وصفوا عالم اسمه بهجة عالم تركي وقالوا عليه بيست ديزيز. clinical picture في حاجة اسمها major criteria في حاجة اسمها minor. الميجر هي حاجة واحدة بس recurrent oral ulcer. الماينور ممكن تبقى recurrent genital ulcers iridocyclitis. ممكن يحصل له حاجة اسمها باسرجي تيست. بص يا جماعة ايه الباسر؟ انتوا فاهمين ريكارنت جينيتال ألسر ايريدوسايكلايتس باسرجي تيست يعني ايه؟ لقوا الناس دول مكان واحنا بناخد عينة كده من الجلد، عينة من الـ من البلاد فيزلز ولا حاجة، مكان شكة الإبرة بيحصل بابيول زي بتاعة التيوبركلين تيست كده، فقالوا عليها بوست باسرجي تيست. وبيكون معاه كمان إريسيما نودوزا. دول كم حاجة؟ أربعة. بقى أنا عندي واحدة ميجور وعندي أربعة ماينور. إزاي أشخص؟ إزاي أشخص؟ لازم الميجور موجودة بلس 2 من الماينور. يعني مثلا لو في ريكارنت أورال ألسر وجينيتال ألسر وإريسايكلايتس خلاص أنا شخصت كده. مفهومة؟ طب يا دكتور هل المرض بيقف عند الخمس حاجات دول بس؟ لا. ممكن يجي في السي إن إس ويعمل إم إس لايك مانيفستيشنز. زي بتاعت الام اس على مستوى السي ان اس يعمل فاسكيولايتس في اماكن كتيره ها زي حالات المالتيبل سكلروزس. ممكن يجي في الجوينتس ويعمل ارثرالجي في البلاد فيزلز يعمل فيها ثرومبوزس يعمل ثرومبوزس جوه البلاد فيزلز. مفهومه؟ ها يعني يعمل مالتي يعمل مالتي سيستميك افكشن. مالوش انفستيجيشنز. العلاج بتاعه كالاتي ها علاج البيست كالاتي. هدي نون استرويدال انتي انفلاماتوري. هدي كولشيسين مهم هنا الكولشيسين. هدي استرويدز توبيكال. توبيكال استرويدز للسكن للبيوكاس ممبرين او للجينيتال ألسرز. سيستميك استرويدز. سيستميك استرويدز في حالتين. لما يحصل ايز كومبليكيشنز او سي ان اس كومبليكيشنز. لان الايز مانيفستيشن اللي هو تؤدي الى بلايندنس وسي ان اس يعمل ديسابيلتي. هاي يبقى دي كلمه اسمها انديكيشنز اوف سيستميك ستيرويدز. يبقى مرض البيست هو كده مفيش فيه اصلا اكتر من كده مفيش فيه اكتر من كده. اللي مش معاه الصفحه بتاعت البيست في كتابه ياخدها مكتوب الكلام ده وبسيط جدا وسهل جدا وانا شفته في الاسئله بتاعتكم. خلاص حد عنده مشكله في الحته دي؟ ايه طب اعمل ايه؟ مش انا اقول الحاجات يعني مفيش حاجه اسئله بس ده بنتكلم لغايه لما كده لا بنتسلم. هقعد نعمل ايه طيب؟ لا مش لا انا مش هقعد معاكم. ليه بس ناخد حاجه مفيده حاجه تنفعنا دكتور يعني احنا بنفتحه لا لا بريك والله بريك ايه ما خلاص يعني ايه بقينا بريك مبسوطين كده. في حاجه اسمها درماتو مايوسايتس بتاعت العين دي سامي يا جدع هي كلمة مايوسايتس لوحدها يعني
inflammation of skeletal muscle. حلو. طيب لو حد منكم ما عندوش ذاكره الذبابه بتاعتكم دي وفاكر في النيورولوجي كان في حاجه اسمها مايوباثي. ها مش ده كان مرض بيبقى ايه بايلاترال وسيمتريكال. اسمع اسمع وفي بروكسيمال ويكنس. خلاص هي دي كلمه ايه مايوسايتس بس بيكون معاها فاهم ومعاها تندر ماسل. يعني ايه كلمه مايوسايتس الدكاتره بس انا نفسي اللي انا بقوله اللي انا بقوله بسرعه ده ولو قدامك دي اسئله ما جاتش قبل كده انت بس ركز معايا في الكلمه الامتحان قريب فركز جاي تفتكر حاجه من دول يجي لك سؤال من دول بخمس ست درجات تتفوق انت فيه عن الناس الثانيه. بصوا انا هعمل حاجه دلوقتي انا هقعد معاكم دلوقتي وهملي ايه هملي شويه اسئله الاسئله دي اللي ذاكرها واحفظها كويس جدا يجيب اكتر من 80% اصلا بشرح كل حاجه احنا قدرات وعلى فكره اللي عايز يجيب 60% يقول برضه يعمل ايه يعني فاهمني ولا لا؟ فالموضوع مش كده. ها لكن انت سؤال زي ده جالك سؤال دخلت لقيت في الورقه سؤال اسمه درماتو مايوسايتس ما حصلش قبل كده جابوا لك خانه تعمل ايه؟ تقسمها درماتو ومايوسايتس. مايوسايتس انفلاميشن اوف ماسل والماسل دي مين اللي بتبقى؟ ها البروكسيمال ماسل سيفكت اللي ما بيعرفش يجيب حاجه من فوق الدولاب ما بيعرفش يطلع شعره ما بيعرفش يطلع السلم. ها بس ايه الفرق بينه وبين المايوباثي؟ المايوباثي العضله ما بتوجعوش لكن العضله بتوجعه. هنا في ايتس يعني في عندي توكسيك مانيفيستيشن العضله تندر مفهومه. طب يعني ايه درماتو يعني سكن ايه بقى السكن مانيفيستيشنز ايه السكن مانيفيستيشنز اللي تحصل مع الدرماتو مايوسايتس يحصل حاجه اسمها جوترون سبابيول وحاجه اسمها هيليوتروب اقفل يا فاشل وحاجه اسمها شيرول ساين. جوترون سبابيول موجوده فين؟ دي بص على ايده كده من هنا ليها صور تبص من هنا كده عند الناكلز دي تلاقي في بابيولز كده حمراء هنا. هيليوتروب حوالين العين زي الاي شادو كده هنا الحته دي بربل. ها وكلمه شيرول ساين شيرول زي شال زي ما تكون لابسه شال كده هتلاقي في اريا اوف اريسيما هنا يبقى جوترونز عند الناكلز وهيليوتروب هنا ها وشول ساين. طب يا دكتور هل المرض بيبقى سكن ومعاه بس ماسل افكشن وخلاص؟ لا ممكن يكون معاه كمان كاردياك افكشن يكون معاه هارت افكشن يحصل مايوكاردايتس او كارديومايوباثي او اريثميا في بعض الحالات. العلاج بتاعنا اي مرض مناعي ما عنديش غيرهم هم الكلام هو هو. لو جالك سؤال درماتومايوسايتس فهمت يا دكتور ولا لا؟ طيب في كلمه اسمها اوستيوارثروزس او اوستيوارثرايتس يعني خشونه المفاصل. هقول تقسيمه وخلاص يعني خمس دقايق بس ما حصلش قبل كده لكنه ديفرنشال دايجنوز مع البوري مع البولي ارثرايتس. ها اوستيوارثروزس خشونه المفاصل لو بيكون ديجنراتيف ديزيز. بص يا دكتور لو دي عظمه اهي ودي عظمه اهي في هنا ارتيكولار سيرفيس وهنا ارتيكولار سيرفيس اوكي بيحصل المرض بيبدا ياكل في هذا الارتيكولار سيرفيس هذا الكارتج يبدا يتاكل فالعظمه دي والعظمه دي احتكوا ببعض هذا الاحتكاك بيعمل الم عشان كده الالم اللي بيحصل هنا بيكون ميكانيكال ولا انفلاماتوري؟ بيكون ميكانيكال مفهومه نتيجه الاحتكاك. الانواع بتاعته في نوع اسمه برايمري وفي نوع اسمه سكندري. سكندري ده اللي انتوا عارفينه. بص يا دكتور اكتب اي حاجه تخطر على بالك تاثر على المفاصل. يعني مثلا اقول لك روماتويد موافق جدا سيستميك موافق روما اوبيست ايه رايك؟ روما موافق اندوكراينال الاكروميجال الحاجات الناس اللي هي اي حد اوبيز يا جماعه تلاقي هو تقيل على الجوينتس بتاعته مفهوم ولا لا؟ الجوت يعني اي مرض بيجي ممكن يدمر هذا الارتيكولار سيرفيس يبقى اسمها ايه؟ سكندري اوستيوارثروزس. مين فيكم فحص حاله روماتويد كان بيحط ايديه على ركبته ويثنيها يحس كريبتاس؟ ايوه هي الكريبتاس دي ليه؟ حصل دامج اوف ارتيكولار سيرفيس. حلو؟ النوع البرايمري بقى نوعين يا اما نوع نوديولار في نوديولز يا نوع نون نوديولار. النوديولز على نوعين ده صباع يا ولاد ده صباع كده في نوديول تطلع هنا وفي نوديول تطلع هنا تطلع ديستال اسمها ايه؟ اسمها هيبردن نوديولز اللي تطلع بروكسيمال اسمها ايه؟ بوتشر سينيفيول. هيبردن وبوتشر هيبردن فيها دي ديستال وبوتشر فيها بي
ابروكسيمالي بس نودل لانه في ايه يعني ان في نوديولز بتحصل. المرض ده ما فيش معاه اكسترا ارتيكولر، هو سببه بس الوزن يا جماعه، او سببه ضغط على الجوينتس او دامج في الجوينتس. الناس اللي عندهم اوستيو ارثروز الالم بيجي لهم، الالم اللي بيجي بيجي الصبح ولا بالليل؟ بالليل بعد ما ايه؟ بعد ما طلع السلم وعمل المجهود بتاعه، لما ينام ويصحى يصحى الصبح ايه؟ كويس. الالم بيخف مع الراحه ويظهر مع الحركه الكتير لانه بيكون حاجه ميكانيكال. العلاج بتاعك ها، العلاج طبعا مش مهم بقى يعني الباقي، لكن العلاج بتاعك تبقى عارف ايه؟ نون استرويدال، باراسيتامول، ها بيدوا حاجه اسمها جلوكوزامين. جلوكوزامين ده حاجه بتبني الغضاريف تاني من الاول، واخر الحياه طبعا لو ركبه باظت تماما ها هو بتعمل ايه؟ ها بتعمل اللي هو جوينت ريبليسمنت. الجوينت ريبليسمنت مع الاوستيو ارثروزس مفهومه؟ ما حصلش قبل كده ولا انا توقعه بالمره. اسئله التجميعات ديفرنشال دايجنوز اوف بولي ارثرايتس، علم لي على الاتي. يلا كل واحد طلع كتاب ديفرنشال دايجنوز اوف بولي ارثرايتس. يلا علم لي على روماتيك فيفر، روماتويد ارثرايتس، لوبس، انكلوزنج. دي كلها تحت عنوان اللي هو الكونكتيف تيشو. ماشي، ميتابوليك اكتب جنبه، هقول لك بس دكتور نعمل ايه حالا. ميتابوليك اكتب جنبه كرونيك جاوت، كرونيك جاوت. في صفحه اسمها بولي ارثرايتس. تاني حاضر، ها اول عنوان هنقول كولكتيف تيشو ديس اوردر ونحط الامراض الكبار بتوعنا. من الامراض الكبار بتوعنا روماتيك فيفر، روماتويد ارثرايتس، لوبس انكلوزنج. بعد كده ميتابوليك احط الكرونيك جاوت. ديجنراتيف اوستيو ارثروزس، انفكشوس تي بي. مش عايز حاجه تاني. السؤال بيجي ازاي؟ يقول لك انيميوريت 5 كوزز اوف بولي ارثرايتس. هقول لي خمس حاجات، تعرف تقول خمسه؟ اه دي غلطه. ماشي، وبعد كده لما يجي لك ايه؟ ها لما يجي لك وعايز تتكلم على واحد فليكن مين؟ روماتوي. السؤال الثاني مونو ارثرايتس، مين يرزع لي كده مونو ارثرايتس؟ اكيوت جاوت تروماتيك. موافق، يبقى انتوا قلتوا اثنين اكيوت جاوت وتروماتيك. اكيوت جاوت ها يعني حاجه ميتابوليك، هنقول اكيوت جاوت. ها دي طبعا ده ممكن نتكلم عليه الاكيوت جاوت ارثرايتس. طب مين فاكر الهيموفيليا كان فيها ايه؟ برضو كان يعتبر ايه؟ ها كان يعتبر مونو. علم عليها دي برضو مهمه، هيبقى تروماتيك واكيوت جاوت وهيموفيليا. ماشي، دول انا عايزهم بصراحه يعني لو حاجه كده بيبقى سؤال صغير تتكلم على دول. ماشي، لو باك بين اخر صفحه في الكتاب. بص بقى، شايف كلمه سيرو نيجاتيف؟ مفيش سيرو نيجاتيف. كلمه انفلاماتوري الاربعه دول اسمهم سيرو نيجاتيف، سيرو نيجاتيف صح ولا لا؟ مين الاربعه سيرو نيجاتيف؟ يعني لما اقول لك لو باك بين تقول الاربعه دول في الاول. ممكن يكون ممكن يكون طبعا تروماتيك تروما، ممكن يكون ريفيرد بين، ريفيرد فروم بروستيت فروم اوفريز ان فيميل، ريفيرد. ماشي يا اولاد، ممكن يكون سبونديولايتس لاي سبب زي التي بي مثلا، سبونديولايتس مع البوتس. دي كلمه اسمها لو باك بين. ماشي، كل واحد بقى يطلع ورقه فاضيه خالص 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 خالص. انا دلوقتي انا همسك سيستم واقول الاسئله اللي ما ينفعش ادخل الامتحان من غيرها يعني.